صباح الهنا والرزق وصباح النصر زي ما كريم بيحب ان انا ابدا، وزي ما بنقول كده يا رب دايما ننتصر، وفي اي مباراه بتكون الاهلي هيلعبها يعني يوم اليوم بتاعها الصبح بنحب ان احنا نقول صباح النصر. صباح الفل، ويا رب نبتدي بكره ان شاء الله ونقول صباح النصر. لان عمر بجمله صباح النصر الجمله المفضله، والجمله اللي الحقيقه اتكررت كتير في الفترة الماضية نظرا لتوالي انتصارات النادي الأهلي في محافل رياضية مختلفة وفي تفاعلات وبطولات رياضية مختلفة. بنرحب بكل حضراتكم في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، إن شاء الله تستمتعوا وتسعدوا معانا في حلقة النهاردة. طيب نقول التنويه عن الفقرات زي ما متعودين مع الناس. نبدا كده، احنا معانا النهارده فقرتين. الفقره الاولى هتبقى عن مشروع بس اسمه عجبني قوي. اسمه ايه بقى؟ سكتك خضراء. يعني سكتك خضراء البعض قد يعني يفهمها بشكل معين وليها تفسير معين، بس هي سكتك خضراء على فكره هي بتهدف ان هي لركوب الدراجات، يعني التشجيع على ركوب الدراجات وممارسه الرياضه. عايزه اقول لحضراتكم ان هي مبادره جميله جدا وفيها تفاصيل كثيره جدا، تابعونا على مدار الحلقه هنقول لحضراتكم بالظبط ايه سكتك خضراء دي. الفقره الثانيه، بما ان احنا اكيد عندنا مباراه النهارده الساعه 3 باذن الله بين الاهلي والسيمبا، فمعنا فقره هنتكلم فيها تحديدا عن المباراه والتوقعات، وكمان عايزين ندرس الفريق الاخر وايه الكوره بتاعته عامله ازاي. فزي ما كنا بنقول كده ساعات قليله، وتحديدا في الساعه الثالثه عصرا الاهلي هتنتظر مباراه مهمه جدا امام سيمبا التنزاني ضمن مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. زي ما بنقول ان احنا كلنا عارفين اسباب اكيد صعوبه المباراه، اولا انت بتلعب على خصم او بتلعب مع خصم متحفز جدا عنده حظوظ قويه ان هو بصداره برده المجموعه وكسبان مباراته الاولى وبيلعب على ارضه، واكيد بيلعب برضو وسط جماهيره، فالموضوع ما بتهيأليش ان هو هيبقى بسيط. وكره كمان سيمبا زي ما بنقول كده هي كوره قويه وكوره بتفاجئك، يعني هذا الفريق يا كريم مش عارف انت تحدد هل هو قوي ولا ضعيف، يعني هو فريق الى حد كبير محير، هل هو مشتت ولا منظم، هل احنا بنتكلم ان هو عنده مثلا مشاكل في خط الظهر ولا هو عنده لعيبه قويه جدا. عايز اقول لك ان هو طبعا كل ده هنحلله في الفقره الاخيره طبعا، لكن في كلام كتير قوي لازم يتقال عن هذا الفريق. احنا مش بنلاعب خصم بسيط، يعني الموضوع لا. هو بصي، مساله الحيره ممكن تكون موجوده عندنا احنا كجماهير ومشجعين، لكن بطبيعه الحال اكيد بيتسو موسيماني والجهاز الفني دارسين بشكل كويس جدا. ناهيكي بقى عن خبرات موسيماني اصلا السابقه في المحفل الافريقي وعارف الناس بتلعب ازاي وايه نوع الخطط اللي بيلعبوا بيها ومدى قوه كل لاعب منهم على حده، والحقيقه دي نقطه برضو تحسب لصالح موسيماني. الى جانب بقى التفاصيل اللي نهاوند اتكلمت عليها واللي كان من اهمها الحقيقه عنصر الجماهير، ودي نقطه في منتهى الاهميه برضو لما تكون بتلعب بره ارضك والجماهير اللي موجوده كلها بتشجع وتؤازر الفريق المنافس ليك، فان شاء الله ربنا يصلح الحال. المهم الاهلي اكيد بيلعب كمان في ظروف مناخيه صعبه، لو حضراتكم تفتكروا احنا امبارح قعدنا نتكلم كتير في تفصيل درجات الحراره المرتفعه هناك، ومش بس درجات الحراره، المشكله في الرطوبه العاليه جدا، ودي طبعا يعني سمعناها اكتر من مره حتى من خلال رسائل زملائنا الموجودين مع بعثه الفريق الاول لكره القدم في تنزانيا، كل بياكد على ان درجه الرطوبه عاليه جدا وبيبقى لها انعكاسات حتى على ان الواحد مش عارف ياخد نفسه قوي. بالتاكيد الفريق حاول انه يتاقلم على هذه الاجواء خلال الايام الماضيه، وكانت نقطه في منتهى الذكاء برضه ان هم يكونوا حريصين على السفر المبكر وعلى التدريبات في نفس المواعيد تقريبا او نفس الموعد اللي هيتلعب فيه الماتش. كل دي نقطه كانت نقط مهمه جدا اهتم بيها بيتسو موسيماني. لكن طبعا الفريق اللي عنده عناصر مهمه في كل الخطوط، والفريق اللي عنده لعيبه عندهم خبرات كبيره واللي كتير منهم اتعرضوا لمواقف مماثله كذا مره قبل كده، اكيد بنثق ان هم ان شاء الله هيقدموا لنا مباراه قويه ومهمه. طيب عايز اروح معاك لجزئيه مهمه برضو. كان في زي ما بنقول كده انا هسميه يعني حرب نفسيه، تصريحات كانت نارية، خلينا برضو نختار المصطلح ده، من هنا الفريق المنافس كانت وتيرتها ارتفعت قوي خلال الأيام الماضية. لو حد كان بيتابع مع حضراتكم السوشيال ميديا كان بهدف هنا أكيد تحفيز اللاعبين وتشجيع الجماهير على المساندة والمتابعة لفريق القسم، يعني بتكلم هنا عن اللي كان بيقوم بهذه الحرب النفسية. أكيد أنا بتكلم عن سيمبا التنزاني، هناك كان في يعني حتى الخطاب أو لغة الخطاب في الإعلام مش بس في السوشيال ميديا كريم، هي وصلت كمان للإعلام، كان حرب نفسية شوية. طيب ده من ناحية الخصم،
احنا بقى بنتكلم احنا كجهاز فني للاهلي تحديدا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره كان حريص على اللعب على العامل النفسي للاعبين طبعا في الاهلي والتاكيد هنا على الهدوء في التعامل مع كل المواقف. احنا بناكد ان احنا اكبر من اي حرب نفسيه بتتم، ولكن لو تيجي كده تبص هل ده سليم ام لا، اعتقد ان هو مش احلى حاجه تتم، خصوصا تتكلم يعني العلاقه ما بين مصر وافريقيا عامه اكثر من رائعه، واحنا بنتكلم في المشهد جميل بهذا الشكل، والمفروض كره القدم يعني رياضه وهي قوه ناعمه، فما فيش كان داعي ابدا لكل الحاجات دي، احنا هنلعب مباراه جميله، عايزين نشوف كره جميله، ماتش حلو، اداء فيه تنافس قوي، ولكن اكيد النهايه عايزينها تكون اهلاويه، لكن يعني ده بنقول لحضراتكم ما حدث من حرب نفسيه يعني ضد الفريق عندنا. بس الى حد كبير هنرجع ونقول في البطولات بصفة خاصة الكبيرة والمهمة قوي زي دي، يعني من الوارد ان انت تلاقي مناوشات، جمل استفزازية في بعض الاحيان لتشجيع اللعيبة بتاعتك ولبرضه لارهاب الفريق الخصم، الى حد كبير الكلام ده منطقي. احنا طبعا اكيد مدركين ان احنا بنواجه فريق قوي واكيد بنحترمه، طبعا النادي الاهلي بيحترم كل الفرق اللي بيلعب ضدها في اي بطولة من البطولات، لكن زي ما قال بيتسو موسيماني نفسه سيمبا فريق قوي، لكن احنا برضه يعني أقوياء وجايين عشان نفوز، احنا جايين من أجل الفوز ومن أجل تحقيق العشرة على منافس بيتمتع بجماهيرية كبيرة. امبارح بقى في لقطة كانت حلوة في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، الأهلي حرص هناك موسيماني فيه على تحية الحضور من الصحفيين، كان لقطة جميلة جدا وكتير اتكلموا عنها في السوشيال ميديا، هو أول ما دخل يعني حيا الحضور باللغة بتاعتهم، ودي حاجة للي يفهم الشعوب يعني الأفريقية، حاجة بتقرب زي ما بيقولوا المسافات لمخاطبة الإعلام والجمهور. خلينا نقول برضو إن احنا ما ننساش إننا بنلعب سيمبا على أرضه زي ما قلنا كمان وسط جمهوره، ده عامل كبير جدا. موسيماني ذكي وفاهم المنافس جيد جدا، الجمهور والإعلام الأفريقي أكيد كمان هو عنده دراية إزاي يعني يكسبهم. موسيماني اتكلم خلال المؤتمر عن مواجهة سيمبا التنزاني وتأثيرها على مشوار الفريق نحو بقى صدارة المجموعة، وقال إننا بننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف وبنسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي اللي حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السوداني في الجولة الأخير. ده بقى الخطاب بتاعنا، لكن فكرة هنا يعني أنا وإنت مختلفين سنة في الجزئية دي، الخطاب بتاعنا دايما إحنا لا نقلل من فريق منافس حتى لا نلعب دور أو فكرة هنا حرب نفسية على أي فريق. شوف بقى تاريخ الأهلي من إمتى لحد هذه اللحظة، ما أعتقدش أبدا جمهور الأهلي عمره دخل على السوشيال ميديا أو كان خطاب الإعلام إن إحنا بنهاجم أو بنحاول إن إحنا نرعب يعني الخصم الآخر من خلال الحرب النفسية، فهو ده اللي أنا بتكلم عنه. شوف إحنا خطابنا إيه وشوف خطاب البعض إيه. أنا كان كلامي أكتر، أنا مش بتكلم خالص على الجماهير، أنا كنت أقصد يعني هوند فكرة المانشيتات الصحفية اللي بتنزل في الجرايد والصحف الرياضية واللي بتنزل في المواقع الرياضية المختلفة، لازم بتلاقي إن كل صحفي عايز يعمل كده ايه، عارف، يحبش الحدوته، يحط لك عنوان يجبرك ان انت تبقى عايزه تدخلي تقري التفاصيل بتاعته ايه، مناوشات صحفيه بقى كده. طبعا بعيدا عن الجماهير، الجماهير طبعا مقياسها السوشيال ميديا، يعني انت بتتكلمي في الجزئيه دي صح، السوشيال ميديا، ودي طبعا برضو الامر لا يخلو فيها من ان كل مشجع لكل فريق لا لازم دايما يعني ايه يقلل كده من شان الفريق المنافس وينفخ من ذاته، والنوع ده من الامور الى حد كبير برضو وارد في البطولات اللي زي كده. طبعا رجوعا للنقطه اللي نهاوند كان بتتكلم فيها، ان موسيماني طبعا دارس الفريق كويس جدا وقال انه بيمتلك عناصر جيده، خصوصا اللاعب الموزمبيقي لويس اللي كان عارفه من فتره طويله من ايام لما كان بيشتغل مدرب لسان داونز، كل ده بيؤكد ان احنا طبعا قدام يعني فريق قوي وامامنا مباراه كبيره ان شاء الله ومنافس فيها فريق منظم الى حد كبير، لكن احنا كالعاده بنسعى لتحقيق نتيجه ايجابيه لحسم التاهل المبكر عن هذه المجموعه. وطبعا زي ما قال كابتن ايمن اشرف مدافع النادي الاهلي امبارح، قال لدينا ثقه في انفسنا فنحن ابطال القاره الافريقيه ولدينا طموحات لمواصله المسيره الناجحه للفريق هذا الموسم. امبارح كانت تقسيمه بقى الاهلي، كان في تقسيمه قويه جدا للاهلي في المران الاخير قبل المواجهه، والمران الختامي ده شاهد مشاركه تحديدا مروان محسن مهاجم الفريق بشكل كامل في التدريبات البدنيه وكمان تقسيمه الكره. نرجع نقول مره ثانيه بندعي لفريقنا اكيد بالفوز، ودايما فريقنا معودنا ان هو زي ما بيقولوا كده على قلب رجل واحد يعني في هدف واحد، وهو النجمه الافريقيه العشر. يمكن احنا بنقول على الصباح ايه 10 الصبح في الاهلي،
أيوة. وفي طريق العشرة إن شاء الله ماشيين كده لتحقيق الهدف ده، يعني خطوة بخطوة ومباراة ورا مباراة ورا الأهلي بإذن الله. طبعا في تقرير مهم جدا بيتم دايما في كل مباريات النادي الأهلي، حاجات كلها بتدل دايما على أن ده الأهلي الكبير، الفريق الكبير العظيم اللي بيحظى باحترام كل الأندية في مختلف دول العالم. امبارح السيد محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا كان حريص على تبادل دروع وشعارات النادي مع باربرا جونزاليس وهي المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، وده طبعا في إطار العلاقات الطيبة اللي بتجمع ما بين البلدين والناديين، دي حاجة برضو ليها مدلول دايما ليها علاقة بعراقة النادي الأهلي وإن الأندية التانية المنافسين شايفين النادي الأهلي إزاي، حجمه في عينيهم وصل لدرجة إيه، وقد إيه في علاقات طيبة دايما بتربط ما بين النادي الأهلي وبين مختلف الأندية كالعادة. طبعا يعني لفتة جميلة جدا، والإعلام بقى هناك لو هنتكلم على الجزء الإيجابي لا تحدث بشكل إيجابي جدا عن ما حدث، وبص زي ما احنا بنقول يعني في الجيد وفي في مبالغة بشكل برضو يعني أعتقد شوية سلبية، بس أكيد اللي احنا بنشوفه ده والمشهد ده أكيد حاجة جميلة جدا. نكمل بقى ونروح لخبر برضو مهم جدا عن التعاقدات الخاصة بالنادي الأهلي، لأن احنا سمعنا كلام كتير جدا مؤخرا، فاحنا بنحسم هنا لما بناخد خد الكلام من المصدر. لما بيبقى في حاجه زي ما بنقول بتتقال بشكل رسمي، فامير توفيق بقى مدير التعاقدات بالنادي نفى تعاقد الاهلي مع مهاجمين جدد خلاص قولا واحدا سواء هنا من اللاعبين المحليين او من جنسيات اخرى، اكد ان كل ما يتردد في هذا الشان كلام عار تماما من الصحه، وقال كمان فريق الكره بالنادي بيعيش حاله من الاستقرار الشديد على كافه الاصعده وبيضم نخبه من ابرز اللاعبين في كل الخطوط، وان تركيز الجميع بينصب على توفير الاجواء المناسبه للفريق في مشواره الأفريقي والمحلي لمواصلة تحقيق البطولات والانتصارات. كلام مظبوط، الأهلي طبعا يعني لما بيكون عنده حاجة بيعلنها بطبيعة الحال، والإعلان دايما بيكون بشكل رسمي. كمان أمير توفيق أكد أنه لا صحة تماما لما تردد عن تلقي ترشيحات لضم لاعبين جدد في الوقت الراهن، خصوصا مع تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم، وان التعاقد على صفقات جديدة بالنادي الأهلي دايما بيجري وفقا لمعايير محددة، لانه كمان بيتم تقييم الامور من كافة الجوانب بعد نهاية الموسم ومناقشة رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط للكرة، وطبعا بالرجوع الى كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمفوض في هذا الشأن طبعا هو كابتن محمود الخطيب. كمان قال امير توفيق ان الفترة الحالية لم تشهد التطرق الى التفاوض او التعاقد مع لاعبين جدد في اي مركز من المراكز، خصوصا ان الهدف الرئيسي في المرحله الحاليه هو دعم الفريق ومساندته لتحقيق طموحات جماهير النادي الاهلي على كافه المستويات بعد الفوز ببطوله الدوري وكاس ودوري ابطال افريقيا وبرونزيه كاس العالم للانديه. طيب كده الاخبار الخاصه ب يعني النادي الاهلي او بالفريق وتنزانيا والمباراه اليوم انتهى، هنروح لاخبار بقى متنوعه بعد كده، بس بفكر حضراتكم ان احنا معانا فقره اخيره في حلقه النهارده هنتكلم بالتفصيل عن التوقعات والخصم والتشكيل وكل ما يتعلق بالمباراه ان شاء الله اللي هتكون النهارده الساعه 3. بالمناسبه انت هتتفرج فين؟ في البيت ده 3؟ لا مش هتفرج، عندك راديو؟ لا عندي راديو 4 ان شاء الله هتفرج في الإزاعة، بس هي الفكرة إيه إن البرنامج عندي بيبتدي الساعة 4. يعني هتلحق لك عندي نص الشوط التاني طيب، بس يعني إن شاء الله المهم نسعد بالنهاية. إحنا بنحب دايما يعني طبعا أكيد الفوز لازم هيكون بإذن الله أهلاوي، لكن إحنا بنحب نتوقع كده، فتوقعات حضرتك إيه بقى؟ النهاردة كام؟ نقول 2-1 إن شاء الله. 2-1 على فكرة ممكن. يعني 2-1 يعني والله لو أكتر من كده يبقى خير وبركة. ربنا يصلح الحال. أنا كمان أتوقع حاجة زي كده، يعني ممكن أقول برضو 2-1 أو 2-0 عشان يبقى في اختلاف. يبقى ألذ بكتير. طيب نروح بقى نتابع درجات الطقس والحرارة ونرجع نكمل.
الربيع دخل. لا الشتاء خلاص بيشطب كل سنه. امبارح دكتور محمود على التليفون لما كنا بنتابع معاه يعني تفاصيل الطقس كان بيقول ايه خلاص في نهايه الموسم، فاحنا كنا بنسال نهايه موسم ايه؟ هو احنا كل ده مستنيين الشتاء يجي فنهايه الموسم؟ لا زيارته خفيفه السنه دي، الشتاء السنه دي انا عمري ما شفت كده. يعني فكره ان احنا نتكلم ان ما عندناش غير مثلا اول اوفر اسبوع كان شتاء، لا ده كده في ظلم، في ظلم لمحبي الشتاء يعني. على كل حال طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم عشان نتابع اخر الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وكافه الفرق المختلفه فيه مع مراسلتنا وزميلتنا العزيزه مريم سميح الموجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم صباح الفل عليكي، وقولي لنا ايه الاخبار عندك. صباح الفل يا كريم، صباح الفل نهاوند، وكمان بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، تحديدا من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، وتحديدا زي ما انتم شايفين من أمام دولاب بطولات النادي الأهلي العظيم، زي ما انتم شايفين برضو ورانا يعني الدروع المختلفة. عايز أنقل لكم يعني أبرز الأجواء وكمان أخبار الفرق الرياضية الأخرى بالنادي الأهلي، ولكن عايز أنقل لكم كده صورة سريعة عن أجواء النادي هنا بالمقر. يمكن كان توافد أعضاء النادي الأهلي ورواد النادي الأهلي من مختلف الأعمار السنية منذ الصباح الباكر، يعني منذ تواجدنا هنا من حوالي الساعة 8 صباحا. يمكن التوافد أكثر كثافة عن الأيام الماضية، ده طبعا لأن رواد النادي الأهلي والأعضاء بيبقوا حريصين دايما أن هم بيبقوا متواجدين منذ الصباح الباكر، ده طبعا علشان المباراة المرتقبة في تمام الساعة 3 عصرا، ده كمان علشان يدعموا فريقهم و ناديهم أمام سيمبا في الجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ده طبعا بعد الفوز على نادي المريخ السوداني. وبيكونوا دايما الأعضاء حريصين أن هم يكونوا متواجدين هنا علشان يشاهدوا المباراة، ودايما بيكونوا يعني مبسوطين جدا بتواجدهم داخل المقر النادي الأهلي هنا. عايزة كمان أنقل لكم يعني أجواء الجو، يمكن رغم توقعات الأرصاد أنه يكون في سقوط أمطار، ولكن لحد دلوقتي يعني الأمور مستقرة داخل المقر هنا بالنادي الأهلي بالجزيرة. يمكن ده اللي شجع كمان رواد النادي الأهلي إن هم يكونوا متواجدين، وحتى برضو يعني كان في بعض الأحاديث معاهم حتى لو كان هيبقى في مطر برضو هيبقوا متواجدين علشان يشجعوا ناديهم، ده طبعا علشان التأهل لصدارة المجموعة الأولى. خلينا ننتقل ليعني أخبار الألعاب الأخرى، والبداية مع سيدات سلة الأهلي اللي طبعا حقق فوز مستحق على نادي سموحة مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري بنتيجة 69-57، ده طبعا يعني بعد ما قدم الفريق بصراحة يعني عرض قوي جدا أهله لهذا الفوز المستحق. كمان يعني كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق أعرب عن سعادته بهذا الفوز، خاصة أنه هو فوز متتالي بعد الفوز على نادي الشمس بنتيجة 88-44، وشايف أن هذه النتائج المتتالية شيء هام جدا في منافسات بطولة الدوري. كمان قال أنه يعني شايف أن المواجهة أمام نادي سموحة والتأهل أمامها وكمان الفوز ده خير تأهل وخير استعداد يعني لنهائي بطولة كأس مصر في المباراة التي ستقام إن شاء الله يوم السبت المقبل أمام نادي سبورتينج. كمان سيدات طائرة الأهلي حققوا الفوز أمس وديا على منتخب مصر نشآت تحت 18 سنة بنتيجة 4-0، ده يعني ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات الدوري. وأخيرا الجهاز الفني للجمباز بالنادي الأهلي برئاسة يعني الكابتن محمد فؤاد حبيب أعلن عن مواعيد إجراء يعني الاختبارات لاختيار فرق الجمباز بنين تحت 7 سنوات وكمان بنات تحت 6 سنوات. البداية هتكون غدا الأربعاء الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، ده طبعا علشان يتم إجراء اختبارات يعني مواليد 2015 للبنين لاختيار فريق تحت 7 سنوات، وتقرر يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجاري علشان يتم اختبار مواليد 2016 بنات تحت 6 سنوات. وأكد الجهاز الفني برئاسة محمد فؤاد حبيب أن هذه المواعيد اللي تم الإعلان عنها هيكون الاختبار فيها نهائي، ولن يتم إعادة هذا الاختبار تحت أي ظرف من الظروف، ولن يتم إعادته مرة أخرى. دي كانت أبرز الأجواء هنا طبعا لرواد النادي الأهلي، وكمان يعني أخبار الفرق المختلفة الخاصة بالنادي
الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وزي ما أنتم شايفين إن شاء الله يكون يعني المكان اللي احنا طلعنا منه النهارده او اخترنا ان احنا نطلع منه النهارده يكون وش الخير على يعني فريقنا العظيم النهارده في المباراه المرتقبه امام سيمبا. بشكركم جدا، الكلمه اليكم مره اخرى. بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح مراسله قناه النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويا رب فعلا ربنا يسمع منك يكون يعني خلفيتك وانت واقفه كده تكون يعني الدروع والكؤوس والانتصارات السابقه، يعني يا رب تكون يعني بشرة خير للي جاي. اختيار حلو، عايزين نكبر بقى في النادي، عارف المكان، لان احنا لسه في كتير وعايزين نوسعهم شويه عن بعض عشان يبقوا براحتهم. لا محتاجين اكستنشن ده فور شور. خلينا نروح من اخبار النادي الاهلي لجريده الجمهوريه ومراسلنا محمد توفيق، ونتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، وهو معايا الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي في جريده الجمهوريه دلوقتي. في البدايه انا هصبح عليك طبعا يا توفيق، انا وكريم وكل يعني متابعي 10 صفحات في الاهلي، ويمكن كل المنشطات النهارده بتتحدث عن اللقاء المرتقب ما بين الاهلي يعني والسيمبا التنزاني، وانا عاجبني قوي المنشط اللي كان في المساء الرياضي. بص العنوان الاهلي والسيمبا قمه نار ممنوع الهزار. خلينا نعرف تفاصيل منك، اتفضل يا توفيق. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، تحياتي ليك ولكل مشاهدي 10 الصبح في الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي العظيم اللي تابعنا من جميع انحاء العالم. يعني زي ما قلت بالفعل يعني احنا موجودين النهارده في جريده الجمهوريه، وجورنال المسا طول عمره زي ما قلت المانشيت كده، جورنال المسا طول عمره مشهور بالمانشيتات اللي فيها ساجع وفيها يعني جمال اللغه العربيه بيظهر دايما في مانشيتات المسا. فدي يعني عاوز اقول كمان معلومه ان جريده المسا هي اول جريده مسائيه تصدر في مصر، يمكن يعني تاريخ انشائها كان 6 اكتوبر 1956. فدي معلومه كانت لازم تقال، خاصه ان يعني المسا هو احد المصدرات الورقيه التابعه للجمهوريه، وده كان اول جورنال مسائي يصدر في مصر. البدايه بقى في يعني النهارده في جوله ان شاء الله في اهم واخر العناوين سواء في الصحف او المواقع الالكترونيه في مصر والعالم. ويعني قبل ما نبدا في جولتنا نبدا بجدول مباريات اليوم. يعني النهارده في وجبه كرويه دسمه لكل عشاق كره القدم، يعني النهارده في 6 مباريات في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. يمكن المجموعه الاولى مجموعه النادي الاهلي، المباراه اللي بنستناها كلنا، البدايه الساعه 3 مساء مباراه الاهلي اللي طبعا بيحل ضيف على سيمبا التنزاني في تنزانيا. في نفس المجموعه المريخ السوداني بيستضيف فيتا كلوب الكونغولي برضو الساعة 3، والمجموعة الثالثة والمجموعة سي بترو أتليتيكو الأنجولي بيستضيف الوداد المغربي 3 مساء أيضا. والساعة 6 بقى هيبقى في نفس المجموعة الثالثة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بيستضيف حرية كوناكري الغيني. الساعة 6 يمكن في مباراة واحدة في الجولة في المجموعة الرابعة، تونجيت السنغالي بيستضيف الزمالك المصري، وفي نفس المجموعة الساعة مولودية الجزائر بيستضيف الترجي التونسي. يعني النهارده برضو في مباراتين ولا أروع في دوري ابطال اوروبا في دور ال 16. المباراه الاولى هتبقى بين اتلتيكو مدريد بيستضيف تشيلسي، والمباراه الثانيه لاتسيو الايطالي بيستضيف بايرن ميونخ الالماني، والمباراتين هيقاموا في تمام العاشره مساء. نروح بقى لجولتنا الاخباريه واهم العناوين النهارده، والبدايه مع جريده الجمهوريه صاحبه الضيافه النهارده. يتحدى الطقس والضغط الجماهيري الاهلي في مهمه سائريه على الاراضي التنزانيه. منشئتنا الثاني زي ما ذكرت انا هوند في البدايه من المسا، اليوم في دار السلام الاهلي وسيمبا قمه نار وممنوع الهزار. الاهلي يسعى للتاكيد الزعامه الافريقيه والانفراد بالصداره، والتنزاني قلبها معركه. كمان في العناوين اليوم نيانت وش السعد يدير المباراه، يمكن ده في اشاره للحكم الكاميروني اليوم نيانت ان هو حكم اكثر مباراه قبل كده للنادي الاهلي، كلهم كانوا في الغالب برضه في دور المجموعات، وكان يعني معظمها الحمد لله انتهى بفوز النادي الاهلي، ويا رب يكون فعل خير. يمكن اول مباراه كانت للاهلي في دوري المجموعات كان حكمها نفس الحكم الكاميروني، كانت امام الزمالك في نسخه 2013 في دوري المجموعات، المباراه اللي اقيمت على استاد الجونه وفاز فيها الاهلي 4-2، وكانت الحمد لله كان ده مفتاح الانتصار والوصول للاهلي، كان فاز بالبطوله. ان شاء الله يكون فعل حسن والنادي الاهلي قرر دوت في هذا برضو هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا. بعد كده من اليوم السابع رسميا معسكر المنتخب ينطلق 20 مارس بالقاهره استعدادا لكينيا وجزر القمر. واخيرا يمكن خبر عالمي معانا من اخبار اليوم، رونالدو يحتفل بفوز اليوفي وتصريحاته كانت انتصار مهم وسعيد لانني قدمت مساهمتي. والحديث اكثر ويعني في التفاصيل اخبارنا النهارده انضم لنا الناقد الرياضي حسام الغرباوي بجريده الجمهوريه. استاذ حسام يعني تحياتي لحضرتك وتحياتي الزملاء في الاستوديو. يعني مباراة النهاردة مهمة للنادي الأهلي في الجولة الثانية لدور المجموعات، يعني شايف المباراة ازاي، وخاصة في ظل زي ما شفنا في المانشيتات النهاردة درجة الحرارة، ويمكن الأهلي في أول المجموعة هو وسيمبا بالتساوي بثلاث نقاط.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي المباراة هتبقى مباراة قوية جدا جدا جدا، ولكن الأهلي طبعا يملك العناصر اللي هي هتديله القوة ان تواجه الصعوبات دي ويقدر ان شاء الله يفوز بالماتش، ونتمنى ده. طبعا هي المشكلة في ان درجة الحرارة عالية جدا هناك في الوقت ده، بتوصل 32 درجة. طبعا ده مع ارتفاع في درجة الحرارة ده ممكن يسبب اجهاد كبير للاعبين، ولكن الجهاز الفني طبعا كلف اللجنة الطبية معاه او الطبيب المنتخب ازاي ان هم يضعوا البروتوكول الغذائي متوازن لجميع اللاعبين، بحيث ان يبقى فيه سوائل كتير، الاكل اللي هو بيقدر اللاعب ان هو ما يسببلوش مشكله اثناء المباراه، وما بقاش في عنده اجهاد، يقدر يقاوم، يقدر عنده ما في قوه مناعته عاليه، العضلات مش مجهده. كل ده مشي بشكل متوازي مع التدريب اللي يناسب الاجواء ديت، طبعا الى جانب صعوبتين اخرتين، الى جانب الجو عندنا طبعا 30,000 مشجع تنزاني طبعا هيبقى، لانه بيلعب على ارضه، ده هيسبب ضغط، ولكن الاهلي طبعا بخبرته الكبيره وتاريخه الكبير هيقدر طبعا يتصدى ده. طبعا الى هذا الى جانب ارضيه الملعب اللي اشتكى منها موسيماني طبعا، وقال دي ممكن دي تاثر سلبيا على اداء اللاعبين، ولكن طلب من اللاعبين، طول عمر الاهلي بيلعب في افريقيا في ظروف اصعب من كده، وكان بيحقق افضل النتائج وحصد العديد من البطولات، وده المعروف عن الاهلي اللي هو بينافس دلوقتي ريال مدريد في حصد البطولات القاريه والعالميه، لانه حقق 21 بطولة، في حين ان ريال مدريد 26 بطولة. ده بيقرب، ده بيدل لتاريخ الاهلي القوي والقدرة على ان شاء الله المواجهة والفوز بالمباراة باذن الله. يعني اخبار تم تداولها يمكن الزملاء في الاستوديو يعني ناقشوا دوت في بدايه الحلقه، الاخبار المتداوله عن الاهلي بضم صفقات جديده، ولكن الاهلي رد رسميا امبارح على لسان امير توفيق مدير تعاقدات بالنادي الاهلي. يعني شايف التوقيت هل مناسب يعني لاثاره مثل هذه الامور؟ لا بصراحه هو توقيت غير مناسب خالص، ده من وجهه نظري، لان طبعا احنا المفروض جميع وسائل الاعلام سواء مرئيه او مسموعه او مشاهده ان تركز وراء الفرق المصرية اللي بتنافس أفريقيا أو عالميا، وبتنقي الأخبار اللي هي تدي حماس للاعبين، لأن أنا ممكن أعلن أن أنا مثلا هضم مهاجم معين، ممكن يأثر نفسيا على المهاجمين في الأهلي أو الدفاع أو خط الظهر أو حراسة المرمى، ممكن ده يأثر نفسيا وبالتالي بالسلب في مباراة هامة زي كده، أن هي الأهلي محتاجها أن هو عشان يسقر من سيمبا التنزاني بعد يعوض الهدف اللي جه فيه في اخر مواجهه بين الاهلي وبين سيمبا، يعوض كل ده، فمحتاج دفعه قويه جدا عشان يحقق الخمس اهداف اللي احنا الاهلي كانت في 2019 في الذهاب، وبعد كده نفسه يحققها في مباراه القادمه ان شاء الله الاهلي، ويصعد دور الثمانيه بقوه، تصدر المجموعه، خاصه ان الاهلي وسيمبا متساويين في النقاط، الا ان الاهلي يعني متفوق بفرق هدفين فقط، يعني هو الاهلي ثلاث اهداف وعنده سيمبا هدف، فطبعا ده هتخلي في منافسه قويه جدا في المباراه في وقت اللي هو وقت العصر، ده هيبقى قوي جدا، فمحتاجين دفعه معنويه كبيره لجميع لاعبي الاهلي، فيا ريت جميع الاعلاميين يلتزموا، خاصه خلف جميع الفرق المصريه اللي بتواجه منافسات شرسة في دوري الأبطال، لأن احنا عايزين كل الفرق المصرية تحقق أفضل النتائج إن شاء الله. يعني النهارده من وجهة نظرك في ظل بعض الغيابات، أهم الأوراق الرابحة إن شاء الله ترجح كفة نادي الأهلي النهارده؟ طبعا احنا شفنا في اخر مباراة، في المباراة اللي هي قبل سيمبا امام المريخ السوداني، قدر ان الاهلي يفوز بثلاث اهداف ولا اروع، عندنا كهربا، افشا، بواليا، طبعا دول اوراق رابحة واكيد هيستعين بيهم، وطبعا الى جانب ان هو بي 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 يعني اللي هو بيرجح ما بين ايمن اشرف و
ومحمود وحيد بحيث ان يشوف الدنيا لعيب اشرف عنده المشكله في العضله. فان شاء الله باذن الله الاهلي يمتلك كثير من العناصر القادره ان شاء الله على انهاء تحقيق الفوز ان شاء الله. شكرا استاذ حسام، كنت منوره ونتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله. شكرا. يعني نهاوند كريم، لحد هنا بتنتهي جولتنا الإخبارية والصحفية النهاردة، لكن إن شاء الله متواجدين دايما وعشرة صبح في الأهلي مستمر ويمتع كل مشاهدينه بإذن الله. الكلمة ليكم. احنا مشكوره جدا يا توفيق على هذه التغطيه وهذا اللقاء، وبنشكر اكيد كمان زميلتنا العزيزه جدا مريم سميح. شكرا لكم. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم للاخبار الرياضه العالميه وتحديدا هوكي الجليد، حيث احرز ديفيد باسترناك 3 اهداف ليقود بوستن بروينز للفوز على فيلادلفيا فلايرز بنتيجه 7-3. هذه المباراه اقيمت على ضفاف احدى بحيرات ولايه نيفادا الامريكيه. هوكي الجليد من الرياضات في امريكا تحديدا منتشره جدا وليها شعبيه كبيره، وبرده خلي بالك الباسكتبول الخبر اللي جاي. طبعا اللي بقى نروح للباسكتبول الامريكيه، ومباراه شهدت تالق لاعب جيمس هاردن نجم كره السله عشان يقود الفريق هنا للفوز على بروكلين نتس مضيفه في لوس انجلوس كليبرز. هاردن بيعتبر مفروض ان هو من افضل لاعبي يعني السله، وهو من مواليد على فكره 89، مش صغير قوي يعني، بس معروف باتقانه للمراوغه والخفه وزي ما بيقولوا الرميات المميزه. طبعا دوري كره السله الامريكي يعتبر هو الاقوى على الاطلاق على المستوى العالمي في هذه الرياضه بالتحديد. طيب هنروح مع حضراتكم من الباسكتبول الى عالم التزلج، حيث انتزع النرويجي سباستيان فوس سوليفج ميدالية التزلج المتعرج للرجال في أول فوز لبلاده بهذا اللقب في بطولة العالم للتزلج. طيب آخر خبر معنا في الفقرة الأولى بنتكلم فيها عن أن في حاجة مختلفة بتحصل مؤخرا للاستفادة، هنا بنتكلم من السياحة البيئية والترويج لكمان المحميات الطبيعية من خلال الأنشطة الرياضية. دي حاجة كنا بنطالب بيها من زمان جدا، وكانت دايما بنقول إحنا عندنا الإمكانيات طب ليه مش بنستغل ده. وزارة البيئة بقى أعلنت عن تنظيم مسابقة للجري في محمية تحديدا قارون بالفيوم بالتعاون مع المغامر عمر سمرة. المسابقة دي مفروض ان هي بتفتح مجال جديد للسياحة البيئية وكمان ربطها بالرياضة. طب مين عمر سمرة؟ بس قبل ما نروح نشوف التقرير، عمر سمرة ده مفروض ان هو مصري انجليزي، هو اتولد يعني في انجلترا لكن طبعا هو مصري انجليزي. هو بيعتبر اول مصري واصغر عربي صعد لجبل ايفرست، وكمان اول مصري يكون في الفضاء، ده كان عام 2014. فهو شخصية معروفة جدا وليه متابعين بالملايين خليني أقول لحضراتكم. فعشان كده يمكن وزارة البيئة كان اختيارها سليم جدا، وزي ما بيتقال عليه هو مغامر. فكرة هنا كمان التقرير اللي احنا هنشوفه ان انت بتبتديت تستخدم، فكر زمان كنا بنقعد مش زمان يعني من كام شهر كنا بنقعد نقول السوشيال ميديا ليها تأثير كبير جدا، حتى لو احنا حاليا مش قادرين ان احنا ننزل ونجيب كاميرات عالمية على ارضنا، احنا ممكن من خلال السوشيال ميديا والانترنت ان انت تروج لنفسك احسن 100 مرة من ان انت حتى تستدعي اي كاميرات او اي اعلام غربي. فاستغلال هنا شخصية زي كده ليها ملايين الفولورز، ان هو ينزل بوست، ان هو ينزل فيديو، ان هو يتحدث بهاشتاج مثلا، فدي فيها ماركتينج كبير جدا. فتفكير زي ما بنقول متقدم، وانا عاجبني جدا اللي بيحصل بصراحه، يعني شابو للخطوه اللي تمت دي من يعني بالتعاون مع وزاره السياحه او وزاره البيئه، حاجه فعلا محترمه. هنروح نتابع التقرير ده، وزي ما كنت بنوه انا وكريم معانا فقرتين، هنبدا بالفقره اللي عاجبني جدا اسمها وهي مشروع سكتك خضراء، بس هنا بقى لدعم الرياضه. خلينا نروح نتابع. الرسالة اللي احنا عايزين نديها هنا هو التصالح ما بين الإنسان والطبيعة، كيفية الاستمتاع بالمحمية، كيفية ان ممكن يبقى فيه شباب بفئة مختلفة، بدل ما ممكن يبقى المشروع مجرد مشروع كبير بنتكلم على فندق للسياحة البيئية او كده، ممكن يكون نشاط بيتعمل لمدة يوم او يومين، وده بيدر دخل، وده اللي حقيقة موجود من خلال عمر سمرة والفريق العمل المعاون ليه. الشق الثاني هو استكمال هذا المنتج بتاع السياحة البيئية، هو مش المحمية والإنسان فقط، هو المحمية والإنسان والسياسات اللي الدولة بتحطها، وإحنا النهاردة بنكمل الشغل ده في وجود أدلة إرشادية للسياحة البيئية، أدلة إرشادية إزاي نعمل إيكولوج، إزاي يبقى منتج السياحة البيئية موجود في بلدنا ومتقنن وله السوق بتاعه وله الشباب. إحنا ببساطة شديدة بنخلق سوق في العرض والطلب، وعشان كده إحنا كل مرة بنجد فرصة إن إحنا نوري نماذج ناجحة لموضوعات السياحة البيئية، سواء على المستوى الكبير استثمارات كبيرة أو استثمارات صغيرة أو متوسطة، بنحاول إن إحنا نعرضها من خلال حملة أكو إيجيبت عشان نوري إن إحنا هننقل المحميات الطبيعية بالاستثمارات فيها لمنتج
مختلف تماما وسوق مختلف ما كانتش عارفاه. مشروع قانون 66 الهدف منه ان احنا بنحاول ان احنا نوري نمط مختلف جديد من السياحه في مصر، يعتبر السياحه البيئيه والسياحه الرياضيه مدموجين مع بعض. السياحه البيئيه طبعا والسياحه المستدامه عموما شافت رواج كبير جدا في العالم على مستوى العالم في السنين اللي فاتت، وخاصه في وقت الكورونا للناس بتبقى عاوزه ان هي تقرب من الطبيعه اكتر، عاوزه انها تكون في الاماكن المفتوحه. ففي يعني فرصه هايله ان يعني كمان في المستقبل القريب بعد ما موضوع الكورونا ان هو يعني يخف شويه، ان يكون في سياحه من يعني سياحه خارجيه تيجي للايفنتات اللي زي كده. واعتقد ان ده بيدي برضو يعني بيسلط ضوء حلو جدا على مصر ان احنا مواكبين العصر، وان احنا بنشتغل في نوعيه ايفنتات يعني موجوده في بره وابتدت انها تشوف رواج كبير قوي الفتره اللي فاتت. دي اول مره هيبقى في سبق الناس تقدر تجري فيه وتتمتع بالطبيعه تتفرج فيها على الملايين السنين وهي بتعانق التراث الطبيعي والتراث الثقافي. بندي للناس توعيه عن اهميه المكان. محافظه الفيوم والمحافظات الواعده من حيث السياحه البيئيه، بنتكلم مكان على القائمه التمهيديه لمواقع التراث الطبيعي العالمي اليونسكو. بنتكلم مكان هو قبله الجيولوجيين على مستوى العالم لدراسه الحفريات ما قبل ظهور الانسان. بنتكلم على 40 مليون سنه من التاريخ، بنتكلم على ثقافات وحضارات من 7000 سنه من الحضاره المصريه القديمه حتى الحضارات الحديثه. كل ده موجود في نفس المكان، فاحنا هنخلي ناس تلقي نظره من خلال الرياضه وتقدر تمتزج الرياضه بالتراث. لا تخلو شوارع مصر بل والعالم من مختلف وسائل المواصلات والتي تعد أبسطها الدراجة. الدراجات أصبح الاهتمام بها أكثر انتشارا بعد اهتمام الدولة بمبادرة دراجتك صحتك، وطرح العديد من الأنواع والأحجام للدراجة بأسعار مخفضة للتشجيع على ممارسة الرياضة والتقليل من زحام السيارات في شوارع القاهرة الكبرى. ولكن هنا بعض الأزمات التي تعيق أصحاب الدراجات، مثل عدم وجود أماكن لركنها وتركها في الشارع. ومن هذه النقطة انطلقت فكرة سكتك خضراء، المشروع الذي تبنى أمر نشر ثقافة الدراجات في مصر ويحاول جاهدا حل كل مشكلات أصحاب الدراجات. مشروع سكتك خضراء انطلق منذ عام 2016 ويستهدف نشر ثقافة ركوب الدراجات بين المصريين، خاصة سكان العاصمة، باعتبارها وسيلة سريعة ونظيفة وموفرة، وذلك من خلال إنشاء أماكن حضرية لركن الدراجات حتى يضمن أصحاب الدراجات الشعور بالأمان أثناء ترك دراجاتهم في شوارع العاصمة. لا يتوقف طموح مشروع سكتك خضراء وأصحابه عند هذا الحد، بل يسعون لتوفير أجهزة رياضية في الشارع لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة والحركة واعتماد العدد الأكبر من السكان على ركوب الدراجات لحياة صحية رياضية آمنة. يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا الفتره اللي فاتت يعني مؤخرا حصلت حاجات كتير كلها بتؤكد على ان الدوله اصبحت مهتمه جدا بممارسه المواطنين للرياضه، طبعا من خلال العديد من المبادرات، واللي يمكن ابرزها كانت مبادره دراجتك صحتك اللي اتاحت الالاف من الدراجات للمواطنين بسعر مخفض من خلال وزاره الشباب والرياضه. فقرتنا دلوقتي هنتكلم من خلالها برضو عن موضوع مهم جدا، فكرة مشروع بيساعد وبيدعم ركوب الدراجات واستخدامها كوسيلة مواصلات آمنة وأيضا للرياضة. هو مشروع بعنوان سكتك خضراء، وهيبقى معنا من خلال هذا اللقاء إن شاء الله الأستاذ محمد سامي، هو مدير هذا المشروع. صباح الفل على حضرتك، أهلا بيك. وصباح الورد عليكي وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير أستاذ محمد. والاسم عجبني، وأنا بحس نجاح أي منتج أي مشروع بدايته من الاسم، فده الكتاب اللي حضرتك كنت قلت لنا هو مش بس مشروع او مبادره، هي كمان كتاب، فهو سكتك خضراء بالعجله احلى، صح كده؟ طب نفهم بقى ايه ليه العنوان ده اصلا؟ هو سكتك خضراء هو يعني في كذا حاجه، منها ان هو مشروع احنا بنقولها في اوقات ثانيه خالص، ما سكتك خضراء يعني اللي هو طريقك سالك. يعني بنتمنى للناس ان هي نجاح وان هي تمشي بس بعيد عننا يعني، ده دايما اللي بيتفهم منها. لكن الحقيقه سكتك خضراء هو برضو اللون الاخضر هو ليه علاقه بالبيئه طبعا، اكيد.
وبالعجلة أحلى. السلوجان بتاع كريم بالعجلة أحلى. وهي فعلا كل حياتنا بالعجلة أحلى. بالضبط. كل حياتنا بالعجلة أحلى. استخدام الدراجة بيحل الحياة وبيسهل حاجات كتيرة قوي علينا. فهو حل لمشاكل المرور اللي موجودة. بيقلل الانبعاثات الأدخنة والتلوث اللي موجود. بيحسن الصحة بطريقة كبيرة يعني جدا. أسباب كتير. مظبوط مظبوط. فسكتك قدرة هو مشروع تثبيت ركنات خاصة بالدراجات في محافظة القاهرة. البداية بتاعته كانت في منطقتين، هو منطقة مصر الجديدة ومنطقة وسط البلد. يعني في ترافيك كتير على المنطقتين دول، وفي بعد ثقافي أو أثري كمان، في مترددين من السياح كتير. فإحنا عايزين نخلي الدراجات وسيلة انتقال شبه أساسية زي الدول الأوروبية. بس عشان ده يحصل لازم شوية حاجات في ال بالظبط، هي بدورنا على كلمة عربي مش يعني البنية الأساسية أو البنية التحتية لازم تكون بتساعد على ده. زي مثلا بتلاقي في كتير من دول الغرب بتلاقي فيه لين معين حارات مخصصة للدراجات، ومفيش بني آدم يقدر يدخل يعني لا مترجلا عليها ولا بعربية يعني يمشي من خلالها. مزبوط. فالنوع ده من الأمور إلى جانب بقى ثقافتنا احنا كمواطنين. مزبوط. كيفية التعامل مع حد راكب عجلة. أيوة. وخصوصا طبعا الجميلات لما يكون راكبين عجل في الشوارع. الحقيقة الناس لما بتيجي تنزل بالعجلة أو الناس اللي بتركب عجلة ومتعودة على استخدام الدراجة بينزلوا في مختلف الظروف، في الجو الحر، في الجو البرد، حتى لو في زحمة أو كذا بينزلوا. لكن دايما بقول إنه لو في بنية تحتية بتساعد على استخدام الدراجة هتلاقي ناس كتير قوي في بيوتها تبدأ تتشجع، ويبدأ أولياء أمور كمان تطمن على أولادها إن هم يروحوا المدرسة أو الجامعة أو الدروس بتاعتهم بالعجلة. واستخدام العجلة كوسيلة انتقال، يعني لو واحد حتى يروح يقعد مع أصحابه أو يقضي مشوار أو مصلحة هيستخدم الدراجة. فإحنا عايزين مش بس بنية تحتية ولكن قوانين داعمة بتدعم ثقافة الدراجات وبتدعم ركيب الدراجات كمان وبتحافظ عليهم على غرار الدول الأوروبية. كلام جميل أستاذ محمد. ويمكن احنا دلوقتي شايفين مشاهد يعني من الشارع، بس زي ما برضو كريم قال هو ما فيش يمكن لسه عندنا فكرة هنا اللين. يمكن في المدن الجديدة بقى فيه شوية. مزبوط. تصميم بشكل مختلف للشوارع، كمان فيه أرصفة للمشاة العاديين في وسط البلد وفي الأماكن اللي هي خلاص بقى لها كتير مصممة. يعني طبعا ما فيش الكلام ده، يمكن لا وسط البلد تحديدا هي اللي فيها لان هي مصممه بشكل يعني قديم، ولكن انا اقصد وسط البلد مهندسين او المناطق دي. يعني لا طبعا حتى الرصيف بيبقى في مشكله اوقات مش بيبقى موجود. دي حقيقه في وسط البلد. يعني بنقول ايه، يعني بدانا نتدارك التصميمات دي في المدن الجديده. صح. على سبيل المثال مثلا العاصمه الاداريه فبدات ان هي تبقى مخططه ومصممه ان هي تكون صديقه للدرجات. حلو. فنقدر نتحرك في الأماكن، والكومباوندز الجديدة وكل المشاريع الجديدة بدأوا إن هم يبصوا لفكرة الدراجة كحاجة مهمة جدا وحاجة ليها كيان ونقدر إن احنا نتحرك بيها كوسيلة انتقال بديلة للعربيات وكذا. فيعني اللي فات فات خلاص، بس نقدر صحيح. نقدر إن احنا نعمل ده في المدن الجديدة، والحمد لله يعني بدأت الدولة تدعم الموضوع ده في المدن الجديده. وحضرتك بتتكلم في الموضوع ده انا سرحت كده للحظات. في شويه شطات ثابته كده في موروثنا الثقافي والاجتماعي. انت عندك في مصر شويه مشاهد مرتبطه بالدراجات يمكن ما تلاقيهاش في اي دوله في العالم. فكره ان انت تلاقي مثلا حد ماشي زي العجله بتاعته بايد واحده وبايد الثانيه حاطط فوق راسه وثبت مليان عيش مثلا، او واحد مكواجي ماشي بالهدوم كلها وهو سايق بايد. يعني احنا عندنا فيما يتعلق بالدرجات عندنا مهارات غير مسبوقة كبيرة جدا. مش كده برضه؟ الحقيقة أنا عايز أقول لك إنه في الستينات والسبعينات كانت وسيلة الدرجات أو وسيلة الانتقال الأساسية هي الدراجات، وكانت موجودة في القاهرة ويمكن في الأفلام الأبيض وأسود وفيروز والبسكليتة وكذا. بس الثورة الصناعية اللي هي جت في السبعينات والثمانينات فبدأت الناس تتحول من استخدام الدراجة للسيارات. طبعا. فبدأ الموروث بقى يندثر شويه بتاع الدراجات. لو حضرتك معاك فلوس فبتشتري عربيه، مش معاك فلوس فبتفضل بالعجله. فبدأت اللي هي تبقى وصمه كده لغايه الالفينات. بدأنا نرجع الثقافه دي تاني، بدأنا ان احنا نشتغل على الثقافه دي كوسيله انتقال اساسيه وصديقه للبيئه، بتسهل لنا حياتنا وبتخلي انه نحافظ على صحتنا اولا، وكمان
بنحافظ على اللي حوالينا والبيئة المحيطة بينا. هقول لحضرتك حاجة أستاذ محمد، يعني إيه نتكلم كلام بقى واقعي، الحاجة بتقوله ده بجد شيء في غاية الاحترام، ويمكن مرتبط شوية بالمبادرات بتاعة وزارة الشباب والرياضة، يعني درجتك صحتك، وفكرة كمان دعم القيادة السياسية للرياضة، اللي هو يا جماعة ده خلاص بقى أمر واقع في حياتنا، إحنا لازم تكون الرياضة أسلوب حياة. إحنا يمكن من سنوات ماضية ولا كان حد بيبص للرياضة ولا الصحة البدنية ولا الكلام ده خالص، فدي حاجة كويسة أثرت بقى في ثقافة المصريين. خليني أقول لحضرتك 2020 وكوفيد 19 يمكن لعب دور إيجابي، يعني طلعنا بحاجة إيجابية، لأن الناس ابتدت تشوف يا كريم كمان البنات بتتمشى في الشارع، لأن ما كانش في نوادي، فكان في ناس كتيرة بتتمشى في الشوارع وتمارس رياضة وتجري وتركب عجل، فشوية الثقافة اتغيرت. اللي المفروض بقى نتكلم عنه إن إحنا عشان نطبق ده على أرض الواقع لازم كمان نلعب على فكرة وعي وتغيير الثقافة، لأن في ناس لحد دلوقتي شوية تقولك إيه ده بنت بتركب عجلة، إحنا عايزين نغير الفكرة ده، يعني ما يعني بنت بتركب عجلة، مش فاهمة فين المشكلة يعني. بالظبط، إحنا من يعني بدأنا كفكرة فريق جو بايك حتى لنشر ثقافة الدراجات بدأنا من 2010. فالحقيقة كان الوقت ده برضو فكرة ان الناس تتحرك بالعجلة في الشارع كان فكرة مستهجنة شوية. بالظبط، ولما نقول للناس احنا نازلين نركب عجل في الشارع يقول لك هو احنا عارفين نمشي على رجلينا لما نمشي بالعجلة؟ ولكن تغيير ثقافة هو يعني صعب بس مش مستحيل، بدليل ان احنا دلوقتي بقى في شكل متعارف على راكب الدراجة او راكبة الدراجة، يعني بنلاقي بنات بتمشي في بعض المناطق بالعجلة، وده بيانديكيت حاجات كتيره قوي، مش بس ان فكره واحده راكبه العجله وماشيه في الشارع، لكن بيانديكيت او بيؤشر الى مستوى الامان في الشارع. طبعا اي نعم مش في كل المناطق، ولكن على حسب الاختلاف الثقافات والمستوى الاجتماعي بتاع كل المناطق على كل منطقه على حده، ولكن بدانا ان احنا نتغير، بدا الناس تستخدم الدراجه اكتر. كمان زي ما حضرتك قلتي في الكوفيد 19 وسنه 2019 و2020 يعني او تحديدا 2020 بدا الناس تتوجه لفكره استخدام الدراجه. انا جبت عجله. ايوه او بركب العجله، والله كنت بركبها في الزمالك وفي 6 اكتوبر زايد. رائع، ناس كتيره قوي توجهت لفكره ان هي تستخدم العجله، خصوصا في ايام الحظر وكذا، ما كانش فيه بديل الا حاجتين، طبعا الجيمات والنوادي الصحيه كلها قافله، لكن الناس بدات تتوجه يا اما للمشي يا اما للعجل، وهنا بقى جت الافضليه بتاعت العجله، لان العجله بتخلينا نوصل لاماكن ابعد كمان من المشي، بتبقى يعني فيها نوع من المتعه يمكن اكتر من المشي شويه، انا متحيز للعجله شويه بس. لا صح. هي فعلا ممتعه على فكره، صحيح هي ممتعه جدا، بتخلينا نشوف تفاصيل كمان في الشوارع، خصوصا كمان وقت الحظر ما كانش فيه عربيات كتيره في الشارع، فكانت الناس بتستمتع بان الشوارع الفاضيه طبعا. وتقدر تتحرك فيها واكسسبيليتي لاماكن ابعد كمان. انا احكي لحضرتك بقى انت وكريم قصه جميله جدا عن الاستمتاع. كنت مره راكبه العجله في الشيخ زايد في منطقه كده ورا الكومباوند، وجري ورايا ثلاث كلاب جمال. أيوة. يعني والله العظيم ما احكي لكوش، يعني هم بيلعبوا هم الكلاب استمتعت جدا. يعني عارف قلت مش هركب لوحدي تاني. ودايما احنا على فكره بيتوجه لنا على صفحاتنا السؤال ده دايما، يعني تعمل ايه لو الكلاب هجمت عليك او ان هي جريت وراك؟ الحقيقه هي الفكره ان هي عايزه تبعدك عن المنطقه بتاعتها بس، هي مش عايزه تضرك. يعني هي بس دي منطقتها، وبعض الاحيان بتبقى عايزه تحرس اللي راكب العجله بالمناسبه لغايه لما يطلع من منطقه نفوذها. اي بالظبط كده، زي ما انت قلت بالظبط، هو عايز يطردك من منطقه نفوذه لان هو دي التريتوري بتاع او المكان بتاعه، فمش عايزك تدخلي فيه، عشان كده بيبدا ان هو يجري ورا الناس، لكن مفيش ضرر خالص، يعني الكلاب مش بتضر راكبي الدراجات، هما بس الناس بتتخض او بتهاب الموقف شويه. طب احنا عشان نغير الثقافه، حضرتك تقول طبعا اكيد حاجه مش سهله، مزبوط. واكيد لما احنا بنتكلم على بلد معينه طول عمرها عندها موروث ثابت بغض النظر بقى مدى صحه كل تفاصيله من عدمها، التغيير ده يلزم له اليه، والاليه مزبوط. يلزم لها خطه مسبقه. مزبوط. ايه اللي لازم يتعمل عشان يكون عندنا نفس الفكر الغربي والثقافه الغربيه، بحيث ان احنا المشاهد الى جانب بقى فكره ان مثلا بنات يركبوا عجل في الشوارع، فكره ان ما يبقاش في معاكسات، فكره ان ما يبقاش في تحرش، يعني في حاجات كتير سلوكيات كتير محتاجه تتغير. مظبوط. صدقني اقول لك ان الموضوع مش بس ان انا لازم اقول ان في قوانين ودور على الحكومه فقط، ولكن احنا لازم نبدا بنفسنا كمان. و يعني المفتاح بتاع النجاح في حاجه زي دي هو الاستمراريه. صح. احنا لما بدانا من 2010 بدانا نعمل نون ستوب ايفنتس من غير متوقفه، بننزل في شوارع القاهره كل يوم جمعه
الصبح بدري بنستفاد بالكثافه المروريه القليله اللي موجوده في الشوارع. بنبدا ان احنا نتحرك براحتنا، في شباب وبنات زي ما حضراتكم شفتوا كده بيتحركوا في الشارع باريحيه. فكره ان الناس تتفرج على الناس دي وتشاهدهم وهم بيسوقوا العجله، فتلاقي الناس كتيره قوي، طب احنا عايزين ننضم ليكم، عايزين نركب عجل، انا بنتي او ابني عايز يتعلم ركوب عجل. وكمان احنا عملنا اكاديميه لتعليم الدرجات كمان. جميل. الحقيقه الاستمراريه هي نجاح الموضوع ده، انه عشان تغير ثقافه زي ما قلت لك هو صعب بس مش مستحيل. محتاجين جزء من الدوله ان هو قوانين تسن عشان تحمي راكبي الدرجات. دول كتيره جدا القوانين بتاعتها بتحمي راكبي الدرجات على اساس ان هو فئه مستضعفه، فمهما كان حضرتك ماشي بالعربيه وانا ماشي بالعجله، انت لو خبطتني هيبقى ضرر اللي عليا اكبر بكتير قوي لو انا خبطتك بالعجله. وعشان كده هو ده المبدا اللي هم بيحموا راكبي الدرجات، والقانون بيحمي راكبي الدرجات كمان. بالنسبه للحارات المخصصه للدرجات، في انواع كتيره جدا وفي تصميمات كتيره جدا بناء على مواصفات قياسيه يعني، بس اكوردنج للبلد اللي احنا عايشين فيها وثقافه الناس كمان. احنا مش عايزين ننشر ثقافه الدرجات الناس تركب عجل وبس، احنا كمان ننشر الثقافه والوعي لجميع مرتدي الطريق، يعني كل الناس سواء اللي بيركب ميكروباص او اتوبيس او تاكسي او حتى العربيات الملاكي، يعني الوعي ده لازم يتنقل لهم، مش بس ان انا اقول لك تركب عجله وبس، لكن المحيطين اللي طبعا كمان حواليك طبعا، عشان يبقى عندهم وعي يحافظوا على راكب الدراجه طبعا، ويدوا له مساحه الامان اللي هو محتاجها. احنا دايما بنقول متر ونص اقل مسافه بينك وبين العربيه، يعني لو عربيه ماشيه جنبي وانا راكب العجله احنا طبعا بنلتزم باقصى يمين الطريق، لازم يبقى في مسافه امان هي متر ونص، ودي اقل مسافه. يعني اتمنى من موقعي ده انا بقول الناس كلها تدي فرصه وتدي المساحه الامان الكافيه لراكب الدراجه، ساعتها الناس اللي هتركب العجل هتحس بامان اكتر طبعا، وبتحترم كمان الناس مرتدي الطريق، ونتمنى ان هم كمان يبادلونا نفس احترام الطريق. صح، كلام محترم جدا. حضرتك بقى بتركب العجله على طول؟ يعني جبت لنا بالعجله النهارده ولا ايه؟ لا انا ما جيتش النهارده بالعجله. لكن انا احكي لك موقف، في ايام كده عدت علينا كانت في ازمه كبيره قوي بالنسبه للبنزين وكذا. كانت الناس كلها بتقف حوالين البنزينه، ممكن تلاقي مثلا 2 كيلو 3 كيلو طابور. طابور كبير جدا. الحقيقه انا كنت بروح الشغل بالعجل، الناس كلها في الاول الراجل مهندس وبيروح الشغل بالعجله وفكره غريبه جدا وتريقه وكذا وكذا. لكن الحقيقه لما الناس حست بفاعليه ركوب الدراجات وحست انه انا بروح الشغل بمنتهى السلاسه والبساطه ومفيش زحمه ومفيش تكلفه كمان، وكمان بتنعكس عليا كصحه، ناس كتير قوي فاكره ان لما تروح الشغل بالعجله ان انت بقى هتفرهد وهتتعب وهترهق، صدقني الموضوع بالعكس تمام، ده انت بتبقى في قمه النشاط والحيويه وطول اليوم في الشغل مركز، وبتخرج طاقه سلبيه على ما بتوصل للمشوار ده. بالظبط، انت بتفكر في لا شيء، يعني وانت ماشي بالعجله يعني طبعا لا ننشغل بغير الطريق، لكن بتخرج طاقه سلبيه وبتصفي الذهن بطريقه كبيره جدا، وراكبي الدرجات يعني يشهدوا على كلامي. انا عمال افكر دلوقتي لو جيت بكره بالعجله من المهندسين ايوه الزمالك، بس هطلع الكوبري ازاي؟ لا احنا برضو يعني في برضو مواصفات امان كده، ما بنطلعش كباري وما بننزلش انفاق بالدرجات، يعني حد يعني بقدر الامكان بنحافظ. طب امال اعمل ايه بقى كده؟ لا احنا نشوف طرق بديله بقى، يا اما تنزلي معانا بقى يوم الجمعه الصبح ونعمل رايد. احنا كمان بنعمل حاجه لطيفه جدا، عايزين ان نحبب الناس في فكره العجله، فعايزين الناس كلها تركب عجله وتحبها، ففكره ان احنا بندمج المحتوى الرياضي بمحتوى ثقافي او اثري او سياحي عن طريق زياره الاماكن الاثريه والسياحيه. يعني بنروح مثلا قصور زي قصر عابدين، قصر محمد علي، قصر البارون مؤخرا لما تم افتتاحه، قصر ام كلثوم، بنروح متاحف زي متحف القوات الجويه. يعني بنربطها بالسياحه الرياضيه، ان احنا عمالين نعمل مزبوط ترويج للسياحه مزبوط بتاعتنا من خلال المبادرات المختلفه، نستفيد بالشباب. في ناس كتيره قوي مثلا ما راحتش شارع المعز، او ان هي تسمع عن شارع المعز وما راحتوش في الوقت ده، وفي بنات كتيره قوي مثلا بتخاف شويه مكان جديد، بتخاف من مضايقات وكذا، بس لما بننزل بنروح شارع المعز والحسين والازهر والقلعه،
بالعجل بتبقى حاجه لطيفه. لا خدوني معاكم بقى لو هتروح شارع المعز الجد. أيوه؟ انا بحبه جدا. احنا دايما متواجدين يا اما في شارع المعز الحسين الازهر القلعه، بنروح مدن الجديده كمان زي الشروق والعبور. لا دي ما اخده كريم بقى. لا وبالذات ده هي عارفه اللي فيها يعني أيوه؟ كنا لسه بنحكي في القصه دي امبارح ولا اول امبارح. أيوه؟ كان لينا تجربه مع العجله انا والهواد. أيوه؟ هي اثبتت جداره الحقيقه. أيوه؟ انا بقول لحضرتك ما سبتش عمود في المكان غير لما لبست. يا نهار ابيض. اه والله. فانا محتاج اجي الاكاديميه تحديدا. أيوه؟ اللي فتحتوها مؤخرا. الاكاديميه دي حاجه لطيفه جدا، دي جت بناء على طلب الناس، ولقينا الناس كتير قوي بتطلب فكره ان احنا نتعلم عجل. انا بعرف نفسي اشارك معاكم بس مش بعرف اسوق عجل. وكبار في السن حضرتك، احنا بيجينا ناس احنا اتعلمنا العجله رمونا كده على العجل واحنا صغيرين كانت بسنه. هو اللي اتعلم وهو طفل. لكن في ناس بتيجي والله 58 سنه و63 سنه واكتر من كده، وناس على فكره بتشارك معانا عندهم 73 سنه و75 سنه، والرقم ده مش مبالغ فيه، ده رقم حقيقي. حلو ده. لكن ونتمنى يعني هي مصادر ملهمه طبعا لينا، ونتمنى ان احنا لو ربنا ادانا العمر يعني بقينا زيهم نبقى زيهم كده ونمارس الحياه بتاعتنا بالعجله. هي فكره اللايف ستايل انه نمط الحياه بتاعك تدخل فيه العجله بشكل شبه اساسي لغايه لما يبقى اساسي، وهتلاقي بعد كده كل حاجه بعد كده بقت سهله. بنتمنى ان اللقاء بتاعنا ده يكون يعني برضو يعني يبقى له اي انعكاس او اي مردود ايجابي في تدعيم فكره العجله وركوب الدراجات نمط وشكل لشكل حياه صحيه. مزبوط. محترمه. احنا بنشكر حضرتك نورتنا. شكرا جزيلا. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. محمد وبشكر. هو الكتاب ده ليا ولا الكريم؟ الكتاب ده هنحسبه نصين. انا بشكر حضرتك. الكتاب ده يعني اتمنى ان الناس برضو تشوف الكتاب لان هو بيتعرض لثقافه الدراجات في دول العالم. جميل. وانواع الدراجات وازاي بنختار العجله المناسبه لينا. حلو. وفوائد الدراجات للبنات وللشباب ولكبار السن وللحوامل يعني حاجه. الله حلو ده جدا. كمان حلو كمان. ده. شكرا. وهنروح نروح بحضراتكم الفقرة الأخيرة، وزي ما نوهنا هنتكلم فيها أكيد على المباراة النهاردة. مباراة زي ما الجميع بيتحدث هي مش مباراة سهلة، يعني سيمبا التنزاني زي ما برضو شرح بعض النقاد الرياضيين كرة بتاعته محيرة شوية. هل أنت يعني فريق عندك تنظيم ولا فريق بتلعب بشكل عشوائي؟ هل أنت قوي أم مشتت؟ خلينا نعرف كل ده وأجواء اللعب مع الناقد الرياضي كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة، وعندنا أسئلة كتيرة جدا اكيد حابين ان احنا نعرف اجابات منك بقى. صباح الفل عليك. صباح الخير يا نوان. صباح الخير يا كريم. صباح الخير لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي. سعداء بوجودك معانا ودايما بنسعد وبنستمتع وبنستفيد من كلامك المهندم المنمق اللي بيحمل طبعا فكر موضوعي جدا ومتزن الحقيقه. شكرا جزيلا. عايزين نعرف كده منك في البدايه تخيلك لخط سير المباراه هيكون عامل ازاي؟ هل الاهلي هيبتدي بالهجوم؟ هل سيمبا هيبتدي بالهجوم؟ هل هيدافع ويعتمد على الهجمات المرتده؟ رؤيتك كده ايه؟ شوف كريم، طبعا احنا اكيد من شهر تقريبا اتنين اللي فات يعني السنه اللي فاتت فكره انك تلعب مباراه بحضور جماهيري يقترب من 30,000 متفرج ده امر استثنائي يعني سواء في مصر او في العالم. احنا طبعا خدنا على الامر ده من 2012 بقى لنا حوالي دلوقتي داخلين على السنه التاسعه اهو بنلعب تقريبا يعني شبه بدون جماهير. وبالتالي العالم دخل في نفس التراك ده لما جت طبعا جائحه كورونا. فحده ان احنا بكره النهارده طبعا هنلعب يعني وسط 30,000 متفرج دي عمليه انا بشوفها عمليه فيها مخاطره. مخاطره ليه؟ لان نفسيا اللعيبه لما تخليهم فتره بيلعبوا في سكون تام وفي هدوء تام وفجاه تحطهم تحت ضغط 30,000 متفرج ساعات بتعمل امبالانس للرياضي بشكل عام. ده وال 30,000 بيشجعوا الفريق المنافس طبعًا. مش متوزعين علينا احنا الاثنين. وضيف على كده ال 30,000 متفرج دول لحد ما جاي لك متحفزين جدا. جايين متحفزين ان طبعا احنا شفنا اتكلمنا على نقطه السوشيال ميديا والحرب النفسيه اللي كانت موجوده والتصريحات اللي مسؤولي سيمبا بيحاولوا يعملوها. طبعا سيمبا طبعا سبق له ان هو فاز على النادي الاهلي في 2019 لما كان مارتن لاسارتي هو المدير الفني 1-0 في مباراه كان النادي الاهلي هو الاقرب فيها للفوز مش هقول حتى للتعادل. النادي الاهلي في المباراه دي ساعتها ضيع كم هائل من الفرص والدليل حتى على كلام النادي الاهلي في العوده كسب بخماسيه فالموضوع كان سهل يعني. لكن هي الفكره تعامل اللعيبه المصريين مع المباريات الخارجيه في السنوات الاخيره بيبقى في بعض الامور اعتقد النفسيه اكتر منها امور فنيه. احد النقط الاساسيه فيها الجمهور ان في عدد كبير انا بروح العب تحت ضغط شديد فدي نقطة أتمنى يكون طبعا الجهاز الفني واخد باله منها. طيب سير المباراة
هيمشي ازاي فنيا، خصوصا ان احنا بنتكلم ان الفتره الاخيره النادي الاهلي عمل هاله من القلق عند افريقيا كلها. بنت فين؟ بنت في ماتش المريخ. المريخ السوداني الناس ما تظنش ان احنا كسبنا 3-0 والمباراه كانت بالشكل ده ان الفريق ضعيف، لا. الفكره النادي الاهلي باللي عمله في مونديال الانديه عمل لك هاله حواليك، دي بتخلي اي منافس وهو نازل يلعبك قلقان منك، فبالتالي بيبقى حذر جدا 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 جدا. المريخ السوداني فعلا طبق الحته دي وداس فيها. فالنادي الاهلي في اول 5 دقائق لما بدا ينقل الكوره في نص ملعب المريخ بسرعه وبيطلع بالهجمه، خلاص لعيبه المريخ خافوا، عرفوا ان هم الوقفه بتاعتهم والزون ديفنس اللي عاملينه مش جايب نتيجه. فبالتالي بدا الفريق يفرق من البدايه، وقدر النادي الاهلي، يعني احنا بنتكلم في مباراه خلصت 3-0 لكن كم هائل من الفرص. اعتقد ساعتها اقتربنا من 24 محاوله على مرمى نادي المريخ. فبالتالي بشوف نادي سيمبا، سيبنا بقى من الكلام اللي قبل المباراه ده، وانس ان احنا دخلنا في المباراه لازم احنا ناخد المبادره، مهم جدا لينا ناخد المبادره عشان نستمر في استغلال الحاله اللي احنا عاملينها. وضيف على كده اكيد ان اعتقد بيتسو موسيماني ربما يغير في طريقه اللعب وفي التشكيل النهارده، يعني مش 4-2-3-1 زي ما احنا متعودين. لا ما اعتقدش، لا ما اعتقدش، لا اعتقد ان هو يبقى اقرب، هيحول الطريقه ل 4-3-2-1 ويعتمد على الشق البدني واللعيبه اللي عندها قوه بدنيه اكتر من اللعيبه اللي عندها مهاره او سرعه. ليه؟ فريق سيمبا التنزاني بيلعب 4-2-3-1، فرقه سريعه، فرقه قويه جدا، وكمان في حماس طبعا، فالحماس ده فعلا انت عايز توقفه ان يبقى الكوره دايما معاك. فمهم جدا اعتقد لو شفنا ديانج واكرم توفيق وحمدي فتحي من البدايه وعمرو السوليه على الدكه ما نستغربش، ده امر طبيعي جدا جدا من بيتسو موسيماني انه عايز 3 في خط الوسط الورك ريت بتاعهم جري 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 عشان اقدر احافظ على الاستحواذ عندي في نص الملعب. كويس. طب لو اتكلمنا يا كريم عن سيمبا وفي دوري الابطال حاليا، احنا بنتكلم ان هو لعب 5 مباريات، فاز في 3، تعادل في 1، وتهزم في 1، فنقاط ضعف هذا الفريق ايه عشان نبدا كده يعني حارثنا؟ شوفي طبعا سيمبا واضح جدا جدا من طريقه لعبه، واضحه جدا ومباشره 4-2-3-1، معظم العالم النهارده بيلعب 4-2-3-1 وبيطبق الهاي لاين بتاعه من نص ملعبه، يعني الفريق ولا هو بيلعب على الاوفسايد تراب من نص الملعب زي الفرق اللي بتحب يعني تسترجع الكوره بسرعه، ولا بيقف في الزون ديفنس مثلا زي طريقه الكابتن طارق العشري الشهيره في مصر. وبالتالي الفرقه فعلا السنه دي عندهم مجموعة من اللعيبة المميزة، وعندهم مدير فني ديدي جوميز، مدير فني واضح ان هو جيد جدا وبيقدر يعني يحرك اللعيبة بشكل جيد، كسبوا فيتا كلوب في الكونغو في بخلاف طبعا هو ما كسبوا فعلا بركلة جزاء، انما الفريق فعلا كان مقدم مباراة جيدة سواء على الشق الدفاعي او الشق الهجومي، وعملوا هجمات كتيرة على فيتا كلوب في ارض ملعبهم. طبعا وضعا في الاعتبار المباراه اتلعبت يعني بحضور جماهيري كبير، يعني كان فيها حوالي 1000 او 2000 في ملعب يسع حوالي 60000 او 70000، فبالتالي العدد الحاضر ده لا يذكر. وبالتالي سيمبا انا في وجهه نظري النهارده مش هيغير في طريقه اللعب، انه ما عندوش رفاهيه ان هو يغير طريقه اللعب، ما عندوش رفاهيه ان هو يبدل في لعيبته زي النادي الاهلي، ان هو ما عندوش سكواد كبيره. وبالتالي تاني برجع للحته دي، اتمنى فعلا ان الجهاز الفني يبقى شايفها بشكل جيد جدا، المبادره النهارده في اللعب والضغط من اول دقيقه لينا احنا في ملعب في جمهور كبير وفي لعيبه متحمسه جدا جدا للفريق اللي واخد برونزيه المونديال والفريق المرشح للعشرة والفريق اللي هو حاليا خلاص، يعني افريقيا فعلا النهارده يعني حدث ولا حرج ما عندهاش سيره غير النادي الاهلي. حتى جروبات الواتساب اللي احنا فيها مع الصحفيين يعني اخواتنا الافارقه كلهم بيتكلموا على النادي الاهلي بشكل يعني كبير جدا، كانه بيتكلم على ريال مدريد او بيتكلم على بايرن ميونخ. ليه؟ النادي الاهلي حاليا في افريقيا واخد حاله، وبالتالي دي احد النقط اللي ممكن انت تستغليها لكسر الجمود او حاله الضغط اللي بيحاول المنافس ان هو يعمل. جميل. طيب احنا برضو من ضمن النقاط اللي اتكررت كتير اخر كام يوم، نعم، فكره ان برضو من ضمن العناصر السلبيه او الحاجات اللي ممكن تعرق مهمه النادي الاهلي فكره درجه الحراره ودرجه الرطوبه العاليه قوي والتوقيت اللي هيتلعب فيه المباراه. فكنت عايز اسالك، هل فكره الذهاب المبكر الى هناك
وقبل منها بكذا يوم، هل الكام يوم دول كافيين لتأقلم اللاعبين مع هذه الأجواء ولا لا؟ ده السؤال، لكن الإجابة بعد فاصل. الله عليك، نطلع فاصل. ان شاء الله احنا متوقعين ان الاهلي يكسب 3-0. ان شاء الله يبقى الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه، يعني انا متوقع باذن الله ان شاء الله 1-0 او 2-0 باذن الله. ان شاء الله توقع 2-0. ان شاء الله الاهلي الحمد لله في تحسن بقاله فتره، المباريات اللي لعبها كلها اللي فاتت كانت حاجه مشرفه للنادي الاهلي، واتوقع ان شاء الله 2-0. ان شاء الله باذن الله هنكسب وهنكسب بسهوله ان شاء الله، يعني الماتش اسهل بكتير من الماتشات اللي فاتت، هو كل زي ما قلت لك هو بس موضوع ارض الملعب بس. طبعا البطوله دي مهمه طبعا عشان يعني تبقى رقم 10 للنادي الاهلي، اتمنى يبقى يعني الاهلي يفوز يعني ان شاء الله. اداء الاهلي في الفتره الاخيره واداؤه بره ارضه يخليني شبه متاكد انه نكسب ان شاء الله. ان شاء الله 3-0 باذن الله. ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. الاهلي كان عامل ماتشات كويسه قوي الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يكسب 2-0 حتى. انا الصراحه اتوقع ان الاهلي يكسب 2-0، واتوقع اداء مشرف للنادي الاهلي ويشرفنا كده في الماتش ان شاء الله، و2-0 اكيد مكسب للاهلي باذن الله. الاهلي هيفوز لان طبعا معاه جهاز فني كويس جدا وكياديو، ومهما يكون الاهلي لا ماسك نفسه الايام دي كويس جدا جدا جدا. ان شاء الله الاهلي يغلب 2-0 ان شاء الله باذن الله، سواء اهم حاجه ان اللعيبه تركز شويه. اتوقع ان شاء الله الفريق الاهلي يكسب، فريق الاهلي فريق قوي وعريق يعني، وان شاء الله يكسب نتيجه 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله منصورين بامر الله ان شاء الله. هنكسب ان شاء الله عشان الفريق قوي بتاعنا الأيام دي قوي. إن شاء الله هنكسب لأن الأهلي فريق قوي، وإن شاء الله هنكسب 3-1. أتوقع إن فريق الأهلي هيكسب عشان إحنا أقوى من فريق سيمبا 2-1. أتوقع إن الأهلي يكسب وأتفرج على الماتش مع بابا. العشرة يا أهلي. الأهلي وسيمبا التنزاني النهاردة الساعة 3 إن شاء الله يكون الفوز في النهاية أهلاوي. خلينا نكمل حديثنا ونرجع معاك يا كريم للنقطة كريم ما تتلخبطوني بقى لكريم اتكلم عنها، وهو كان بيسألك تغيير الجو، خصوصا مش فكرة ان احنا بنلعب في جو يعني بس مختلف شوية، لا هو في رطوبة وجو برضو صعب خلينا نقول، وكمان توقيت المباراة يعني 3 بتوقيتهم 2، فبرضو اختيار الى حد ما يمكن فرض علينا كلنا، بس هو برضو مش افضل التوقيتات، فهل ده يؤثر؟ طبعا في بعض الاحيان بيؤثر، ولازم يكون في يعني ايه فايت باك، لازم يكون في معالجه من الجهاز الفني. ليه؟ اخطر حاجه ممكن اي رياضي يلعب فيها هي الرطوبه، يعني الحراره العاليه ربما ساعات بنتعود عليها مفيش مشكله، لكن المشكله في الرطوبه. الرطوبه بالنسبه لنا احنا بتعمل لنا فعلا ازمه، عشان فقدان كتير من الميه في الجسم والسوائل، وبالتالي المجهود البدني بيبدا المردود بيبدا يقل بمرور الوقت، الاكسجين نفسه بيقل طبعا. وبالتالي ده اضيف عليه طبعا حد كمان اختيار توقيت الساعه 3، وطبعا احنا لينا تجربه في موضوع الساعه 3 ده كبير جدا، لما كان بيتسو موسيماني هو المدير الفني لسان داونز، وكان دايما يتعمد ان هو يلاعب النادي الاهلي الساعه 3. ليه؟ ببساطه عشان نشرحها للساده المشاهدين، هو ببساطه الساعه البيولوجيه بتاعه الرياضي بتبقى متثبته على فترات طويله. بمعنى ايه؟ احنا هنا في مصر بقالنا سنين بنلعب، النادي الاهلي بيلعب مبارياته معظم مبارياته للساعه 5 للساعة 7:30 أو 8، فبالتالي أنت بتطلع كم المجهود بتاعك أو جسمك اتعود إنه يطلع كم المجهود الكبير اللي بيتلعب في المباريات ده في النصف الثاني من اليوم، خلاص اتعودت. وبالتالي في اليوم ده لو أنت هتلعب الساعة 5 أو هتلعب الساعة 7:30 أكيد أنت مش هتقوم من النوم إلا مثلا الساعة 11 الساعة 12، تفطر تاخد وجبة واحدة وبعد كده تاخد لك بقى شوية مشروبات خفيفة حاجات كده قبل المباراة. لكن لما أخلي لك المباراة الساعة 3 هنبدا كده اليوم من بدري جدا. ليه؟ انت كده هتبقى مجبر انك تقوم من النوم حوالي الساعه 8 او 9 عشان تاخد وجبه الفطار بتاعتك وتاخد اي مشروب، وبعد كده تروح تعمل الاحماءات قبل المباراه. فهنا كده انا برحل اليوم بتاعك. فهو ده سبب بعض الانديه الافريقيه ليه بيحبوا يلعبوا النادي الاهلي الساعه 3، وهم اللي بيحددوا. طبعا هو الاتحاد الافريقي بيديك اوبشنز 3 او 6 او 9، دي مواعيد محدده بس وضعا في الاعتبار طبعا ان الشركه الرايه عندها
تدخل في بعض الاوقات عشان اختيار القناه النقله للمباريات عشان ما يبقاش في ماتشين يعني في ذات القوه بيتلعبوا في نفس الوقت. يعني ما ينفعش مثلا نلاقي ماتش الاهلي والترجي بيتلعبوا في نفس الوقت، هنا القناه النقله هتخسر، الناس كلها هتبقى عايزه تتفرج على الماتشين طبعًا. فلما يتلعبوا في نفس الوقت فساعات بيبقى في تدخل، ولكن اكيد للنادي بيحدد قبلها بفتره انا عايز الساعه كذا. وبالتالي نقطه مهمه جدا حته ان احنا سافرنا بدري، وفي نقطه مهمه قوي 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 الجهاز الفني عملها وشفتها في الصور. الجهاز الفني في اليومين الاخرين بدا يعمل بعض الفترات التدريبيه بدون ما اللعيبه تشرب ميه. والرياضيين ممكن اللي بيحبوا يروحوا الجيم او بيلعبوا سباحه على وجه التحديد ممكن يفهموا الكلام ده بشكل اكبر. ليه؟ انت ممكن تاخد مثلا في السباحه، السباحه مثلا لو انت مثلا بتعوم فري ستايل مثلا، فلو عملت نص ساعه من غير ما تشرب بق ميه واحد هتلاقي ادائك بدا يزيد، بس انت عايز تستحمل لان السباحه طبعا نص ساعه دي فتره بتخلي جسمك يحتاج ميه، يعني مش معنى انك بتعوم في ميه فانت مش هتعطش، لا انت بتعطش جامد جدا. فلو انت استحملت نص ساعه دي بدون ما تشرب اي بق ميه حتى لو بسيط، جسمك بيبدا يعتاد ان انت تقدر تتحمل، وزياده التحمل عندك بيزيد. نبدا بقى نزود نص ساعه تبقى ساعه، والساعه تبقى ساعه ونص، والجيم برده، بس طبعا الجيم بيبقى امر صعب جدا، دي لعبه خارج الميه، لعبه هوائيه فتبقى صعبه شويه. الكوره نفس الامر، عشان تزود التحمل بتاعك هم انا شفت اخر الاخبار اللي جايه من تنزانيا ان النادي الاهلي واللعيبه خاضوا بعض الفترات التدريبيه من غير ما يحصلوا على ميه خالص. وهنسمعك المزيد من الاخبار جميل. القادمه من تنزانيا جميل. من خلال زميلنا العزيز شريف شعبان وكواليس بعثه النادي الاهلي في تنزانيا. شريف صباح الفل عليك. صباح الخير زميلي كريم، صباح الخير زميلتي هواند، صباح الخير طبعا ناخد الرد الكبير الاستاذ كريم سعيد ولكل مشجع وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. احنا كنا لسه بنتكلم عن الاخبار القادمه من تنزانيا، فمستنيينك بقى تعرفنا المزيد منها، ايه الاخبار عندكم وكواليس اخبارها ايه؟ تمام، انا سامع الاستاذ كريم بيتكلم على موضوع الميه فابدا كلامي بموضوع الميه. انا النهارده الصبح كان معني حديث مع دكتور التغذيه دكتور عبد الرحمن، واتكلمت على موضوع المياه ودرجه الحراره، فقال لي درجه الحراره في الماتش النهارده هتكون 32 درجه والرطوبه 70، درجه الرطوبه عاليه جدا، الحراره عاليه جدا. بنعوضها ازاي؟ اللعيب بيفقد املاح كتيره جدا في هذه الاجواء يعني، فبيدي ميه كتير جدا للعيبه، اللعيبه بتشرب ميه كتير جدا، بلس بيعمل حاجات تعويضيه عشان يعوض الاملاح اللي بيفقدها جسم اللاعب. لو اللاعب افقد املاح كتيره فبيتاثر عليه بالكريمبات او الشد العضلي، فبيعوض المكملات التعويضي الاملاح اللي الجسم بيفقده فبيعوضها للاعب على طريق مشروبات. فموضوع ان اللعيب في تنزانيا ما كانش بياخد ميه كلام غلط خالص طبعا، ما فيش، اللعيب اصلا حياته الميه، فمع الجو دوت فاللعيب بيشرب ميه كتير جدا، بلس كمان المكملات اللي فيها اللي بتزود او بتعوض الاملاح اللي بيفقدها الجسم. فده كلام علمي من دكتور التغذيه، وده كان قدام عيننا. اللعيبه على طول كان كل فاصل بيطلع مستر بيتسو موسيماني يخرج اللعيبه تشرب كميه ميه وترجع تاني، كان بيقسم التمرين على ثلاث مراحل، كل مرحله بعد كل مرحله فيها شرب ميه بكميات كبيره عشان يعوضوا اللي بيفقدوه في الجو الحار جدا والرطوبه العاليه جدا. دي الجزئيه الخاصه بالاملاح والميه. دلوقتي الان في محاضره مستر بيتسو موسيماني الساعه 12:30 بتوقيت تنزانيا، 11:30 بتوقيت القاهره، المحاضره الفنيه اللي هيعلن فيها التشكيل اللي هيخوض به مباراه الاهلي وسيمبا تنزانيا. يا رب باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. التحرك هيكون الساعه 2 الظهر بتوقيت تنزانيا، 1 ظهرا بتوقيت القاهره. المسافه من فندق الاقامه الى استاد بنجامين حوالي 25-28 دقيقه باذن الله. كابتن طبعا سيد عبد الحفيظ مدير الكره وطبعا رئيس البعثه الاستاذ محمد ضماطي قرروا امبارح ان بعد لعب المباراه هيكون السفر مباشره على طول، يعني من الخروج من الاستاد الى المطار ومن المطار الى جمهوريه مصر العربيه. القاهره الطائره باذن الله هتطلع الساعه 9 مساء بتوقيت تنزانيا، 8 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله. بإذن الله مقدر الوصول بإذن الله من 1:30 إلى 2 صباحا بإذن الله يكونوا لاعبي وبعث النادي الأهلي في جمهورية مصر العربية. مستر بيتسو موسيماني عمل كل حاجة مع اللاعبين، شرح أكتر من طريقة لعب، هيستقر النهاردة بقى على طريقة لعب 4-3-2-1 4-3-3 4-4-2، كل ده هنعرفه بعد قليل عندما يعلن تشكيل النادي الأهلي. ولكن الأجواء كويسة جدا، لاعبي النادي الأهلي قعدت مع بعض امبارح بالليل
وحفزوا بعض وطلبوا اللاعبين او طلبوا كباتن الفريق سعد سمير، ايمن اشرف، الشناوي احسن حارس مرمى يعني في افريقيا، الكباتن الكبار عمرو السوليه بيتكلموا كلهم مع بعض على طول ان لازم يا جماعه نقدم عرض كويس ولازم نفوز باذن الله ونقدم عرض يليق باسم النادي الاهلي. الاجواء كلها مبشره، التركيز التام باين على وجوه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني ايضا. مستر بيتسو موسيماني مع محلل الاداء وطبعا والجهاز المعاون درسوا فريق سيمبا التنزاني أكثر من مرة، المصادر الخطورة والقوة ونقاط الضعف في الفريق، فبإذن الله هيبني عليها تشكيله اليوم. يا رب بإذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الأهلي ونفوز اليوم على فريق كبير هو فريق سيمبا التنزاني. معاك كريم، معاك نهواندي، لو في أي استفسار معاكم. احنا عندنا عدد اثنين استفسار، واحد من عندي والتاني من عند نهواندي. أنا سؤالي في منتهى البساطة ليه علاقة بالمود العام والحالة النفسية عند اللعيبة، وخصوصا ان كان في لقاء سابق ما بين الاهلي وسيمبا التنزاني اظن العام قبل الماضي لو انا مش غلطان، وطبعا كانت النتيجه 1-0 لصالح سيمبا التنزاني في ذلك الوقت. فالتفصيله دي هل كانت محور كلام ما بين اللعيبه وبعضها خلال اليومين دول او ما بين الجهاز الفني واللاعبين؟ ده دي نقطه. والنقطه الثانيه برضو سؤال بقى من عندنا هوان، عايزه تساليه على ايه بالمره عشان يجاوب. طيب مرة. خلينا نسالك مره واحده فكره. طيب اجاوبك الاول قبل ما نروح لهوان. ماشي قول. ماشي يلا. تمام انا مش عارفه هنعمل ايه. مستر بيتسو موسيماني، ماشي انا هتكلم على طول. مستر بيتسو موسيماني يمكن اشتغل على القصه ديت نفسيا مع اللاعبين وباقي الجهاز، ان الاهلي انهزم اخر مره ان هو 0-1، لازم نعوض هزيمتنا، احنا فريق كبير وابطال افريقيا، ثالث الانديه او ثالث العالم في برونزيه كاس العالم، اكثر نادي حصولا على البطولات، انا حامل اللقب، فما ينفعش اخسر تاني او تاني ماتش على طول في تنزانيا او اخسر، فلازم افوز. ده كان الشغل اللي اشتغله بيتسو موسيماني مع اللاعبين، وليها اثار طبعا كويسه جدا مع اللاعبين، وفي تحفيز قوي جدا مع اللاعبين ان يقدموا عرض قوي باذن الله يليق بيهم. الدنيا مبشره، الجو كويس، اللعيبه عندها ثقه في نفسها وبتتكلم مع بعض، مش خايفين بلغه الكوره يعني. شايف الوجوه هم داخلين المحاضره الان يعني ما فيش خلاص دقيقتين، لا الدنيا الوجوه في ثقه وفي روح حلوه. باذن الله باذن الله يكون المكسب نتيجتها باذن الله. معاك نهواندي لو في اي استفسار. شريف انا سؤالي مرتبط الى حد ما بالنقطه اللي اتكلم عليها كريم، وهي فكره هنا الحرب النفسيه. يمكن انا شفت المداخله امبارح اللي كنت عاملها مع ملك وكتابه الاستاذ عدلي القيعي، وكان برضو بيطمن في الشق ده، الشق النفسي من ناحيه الحرب النفسيه اللي تمت وربما اللي نقلت من السوشيال ميديا كمان للاعلام هناك. فاعتقد ده ما اسعدش يعني الشق الصعيد الثاني، او يعني ما اسعدش الاهلاويه بشكل كبير، والجمهور الاهلاوي كان مستاء كمان على تويتر امبارح، انا تابعت ده. فخليني اروح اطمن منك دلوقتي والناس تطمن على الشق النفسي للاعيبه والحديث اللي كان مع موسيماني بشان هذا الموضوع تحديدا. اتفضل يا شريف. الصراحه مدير الكره شاطر قوي في القصه دي الكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني من اول يوم بدانا نسمع عن التذاكر وعن الاجواء حاله الحرب اللي معلونه اتعلنت من السوشيال ميديا هنا في تنزانيا. الكابتن سيد قال لهم يفصلوا خالص، ملناش علاقه خالص من اللي بيحصل، احنا 90 دقيقه كوره نروح نلعبهم ونادي ادائنا ونكسب، ملناش دعوه بجماهير، حتى لو الاستاد فيه 100,000 متفرج ولا يفرق معانا، احنا فريق كبير لعبنا تحت ضغوط طول عمرنا، بنلعب تحت ضغوط اذا كان في توقيتات كل 3 ايام ماتش او اذا كان حضور جماهير. احنا لسه راجعين من بطوله العالم كان فيها حضور جماهيري، مفيش مشاكل خالص، ما تشغلوش بالكم باللي بيكتب على السوشيال ميديا، واللعيبه اصلا مش مركزه هنا في اللي بيحصل في السوشيال ميديا في تنزانيا. الكابتن سيد شاطر في القصه ديت، مستر بيتسو موسيماني شاطر جدا في القصه ديت، فلا اللعيبه خارج تماما كل اللي داير هنا على السوشيال ميديا. بطمنك وبطمن كريم ما تقلقوش خالص، الدنيا كويسه وباذن الله باذن الله باذن الله التوفيق بس يكون موجود وهنكسب باذن الله. ان شاء الله موفقين وترجعوا لنا سالمين غانمين منتصرين باذن الله. شريف تحياتي ليك ولكل من هو معك في بعثه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك. بالتالي الاخبار مطمئنه وعايزين نعرف برضو رد فعلك ورايك في الكلام اللي اتقال برضو بمجرد العوده منين؟ من الفصل. الله عليك. المباراة دي تعتبر عنق الزجاجة في المجموعة، لأن سيمبا عمل مفاجأة وكسب بره أرضه فيتا كلوب اللي احنا كنا متخيلين إن هو المنافس الرئيسي لينا، وبالتالي احنا لو قدرنا نطلع بفوز يبقى ضمننا صلاة المجموعة. واللعيبة ما شاء الله أنا شايف الأداء بتاعهم بعد كأس العالم للأندية وبعد ما رجعوا لعبوا هنا في ماتش المريخ ما شاء الله حصل فيه كمان روتيشن، فإن شاء الله نلاقي اللعيبة فريش ويعملوا ماتش كويس. اللي هو مشد حيلكم أبطال، يعني زي ما عودتونا دايما أبطال،
ان شاء الله ترجعوا لنا فايزين. قول لهم ربنا معاكم وشدوا حيلكم كده وكملوا زي ما انتم ماشيين ان شاء الله. البطوله المره دي على المره العاشره ان شاء الله، كلنا معاكم. يا ريت اداء كويس مشرف لكل الجماهير اللي مستنيه، وبالتوفيق ان شاء الله. والله الفرقه ماشيه بشكل حلو، فانا شايف لو كملنا بنفس الاداء مش صعبه خالص على الاهلي وعلى على المومنتم اللي ماشيين بيه، ماشيين بشكل كويس جدا بصراحه، وراجعين يعني من كاس العالم انديه وبرونزيه، فما فيش حاجه نقلق منها يعني. بالتوفيق ان شاء الله، قلوبنا معاكم ومتعودين منكم على المكسب والاداء الجميل، وربنا يوفقكم ان شاء الله. شدوا حيلكم بالتوفيق، يعني دايما الاهلي معودنا على الانتصارات والفوز، ويا رب النجم العاشر ان شاء الله السنه دي. المباراه صعبه بس النادي الاهلي قدها، وباذن الله هيكسب هناك ويعمل نتيجه كويسه. التركيز من بدايه الماتش، الماتش هيكون صعب وهيبقى فيه جمهور تقريبا 30,000، فلا ان شاء الله يكون له يركز ويقدوا ماتش كويس يعني من البدايه ان شاء الله. انا الواحد يتمنى لهم التوفيق طبعا، ويتمنى التوفيق للنادي الاهلي دايما، نادي كبير المفروض يشرفنا، وهم ادائهم المفروض يمثل النادي الاهلي. ان شاء الله هيبقوا رجاله كالعاده زي ما عودونا باذن الله، وهنرجع بنتيجه ايجابيه باذن الله، وما فيش اي حاجه تهزنا بقى السنه دي بصراحه يعني. والله يا رجاله احنا بنحبكم كلكم وواثقين فيكم كلكم، ان شاء الله هتعملوا احسن مجهود، وان شاء الله هترفعوا راسنا كلنا وهترجعوا لنا بالفوز الغالي باذن الله. العبوا بروح الاهلي، المكسب هنلعب على المكسب دايما، الاهلي دايما بيلعب على المكسب، ودي بطوله ان شاء الله العاشره للاهلي باذن الله. طيب خليني بقى اروح معاك كده ونحلل شويه سيمبا التنزاني. احنا عارفين كلنا ان هو عنده لاعبين، وفي واحد منهم كمان لو هنتكلم تحديدا عن كلاوس تشاما رقم 17، لاعب خطر جدا، لاعب قوي جدا، ويمكن الفريق بيعتمد عليه بشكل كبير. عندنا برضو لاري بواليا، ناس كتير كانت فاكره على فكره اخ والتر بواليا، ما لهمش دعوه ببعض. لاري بواليا رقم 7 تقريبا، برضو لاعب قوي جدا. فخلينا نعرف كده انت راسم او وجهه نظرك ازاي ممكن يكون الشكل على الارض، وازاي يعني احنا من ناحيتنا بقى ازاي ممكن، او مين اللاعب اللي ممكن يكون بيركز على تحديدا، هنا بنتكلم على كلاوس تشاما لان هو زي ما بيقول الكي بلاير بتاعه. وطبعا لو بنتكلم على الهجوم بتاع سيمبا، في وجهه نظري الشخصيه هو ثلاثي الخطير اللي عندهم، او اهم ثلاث لعيبه اللي بيبني عليهم دايما الهجمات. بنتكلم على بواليا بلاي ميكر، وتشاما الرايت وينج، ومجالو راس الحربه. ده رقم 8 بتهيألي اللي هو جاب الهدف في فيدا كلوب. فالتلاته دول انا في وجهه نظري هم اللي بتتحط عليهم البلان كلها. تشاما ايه مشكلته او ايه الخطوره اللي ممكن يسببها لنا؟ ان هو ما بياخدش الطرف، او يعني ما بيلعب، ما بيعملش ستريتش اللاين، دايما بيخش العمق، لان هو اوريدي لعيب عنده مهارات كبيره، وبالتالي واضح ان هو بيلعب وينج وبيلعب كمان بالزبط. ممكن يلعب بلاي ميكر او صانع العاب، وبالتالي هنا اصعب لاعب بيبقى وينج هو اللاعب اللي بيخش العمق، ده دايما صعب. اللعيب بيمشي دايما بيتحط على الطرف، بيبقى سهل جدا جدا المراقبه بتاعته لين ان الليفت باك او قصدي الرايت باك او اللي بيلعب قدامه هيبدا يقفل عليه ويخليه بس مجبر انه يعمل حاجتين، لا يرمي الكروس لا يرجع بالكره لورا، لكن اللي بيخش يخترق العمق ده عندك كذا ازمه معاه. ليه؟ ممكن يخش لو هو بيعرف يشوط، هيعرف يشوط ارتو، يعرف يشوط بالرجل العكسيه، ده امر خطر. يعرف يعمل ثرو باس، ده امر خطر. يعرف يرقص ويخش ياخد ضربه جزاء، ده امر خطر. فدايما الوينج اللي بيخش على عمق الملعب ده لازم يبقى عليه دايما رقابه ثنائيه. أيوة. لازم يبقى عليه دايما مين رقابة. بقى يا كريم من عندنا تتوقع؟ هي مش بنقولش مين، هي طبعا صعب جدا تقولي مين. لاري بواليا يقف قصاده والتر بواليا عشان تبقى العمليه في بيتها بس كده. ايوه وده تشكيل كريم زندة فاميلي يخلصوها زندة فاميلي. فعلا تفسيرة الاختراقات الافريقية عموما والهجمات المرتدة ليها تقل، يعني هم تقال طبعا. انا مش بتكلم على سيمبا، بتكلم عموما عموما طبعا بشكل جنرال. وهي برضو اجابه برضو يا كريم على الحته اللي هوام بتتكلم عليها، مين اللي يقف قدام هذا الامر. هي ببساطه في الحالات دي ما بتقدريش تحديها مان تو مان، مان تو مان دي بتبقى امر صعب جدا جدا على اللعيبه لو احنا بنتحرك في الملعب، خصوصا كمان لو احنا بنهاجم وترد علينا هجمه مرتده، هيبقى امر مستحيل جدا موضوع مان تو مان. ولكن هي الصح ان دي دايما بتخلي فيه تكليفات للفول باك، ان هو دايما يبقى واخد باله
وهو بيهاجم من تشاما وهو بيحاول يسرق المساحه اللي وراه ليه. اذا افترضنا على الجبهه الشمال النهارده مثلا هيبقى محمود وحيد وهو الاقرب وتشاما هو اللي هيلعب قدامه. محمود وحيد شفناه في مباراه المريخ السوداني بيطير بشكل طول الوقت وكان فعلا عنده قدرات هجوميه فعلا فاجئنا بصراحه كلنا رغم فتره الغياب الطويله. محمود وحيد فعلا اسعدنا بادائه في مباراة المريخ السوداني سواء من اختراقات او حتى من جودة الكروسات اللي عملها. لكن ماتش المريخ فعلا نادي المريخ ما كانش عاملين اي ازمة، ما كانش في حد بيستغل المساحة اللي ورا محمود وحيد. تشاما النهارده اكيد زي ما نهاوند تفضلت وقالت مهاجم خطير ولعيب خطير جدا، فاكيد هيحاول يستغل المساحة اللي ورا محمود وحيد وهو متقدم. طيب ازاي نحل دي؟ لازم الاثنين مساكين يبقى واحد منهم مرحل شوية، واحد من خط الوسط، خصوصا احنا بنتكلم النهارده في وجهه نظري الشخصيه ان بيتس موسيماني هيتخلى عن مركز بلاي ميكر في قفشه، هيتخلى عن مركز 8 في عمرو السوليه وهيلعب باليو ديانج وهيلعب باكرم توفيق ويلعب بحمد فتحي. بنتكلم على ثلاثه ورك ريت عالي جدا، ليه بقى؟ عشان يساهم في الحته اللي حضرتك تفضلتي وقلتيها ان واحد بالثلاثه في خط الوسط يرحل شويه على الطرف فيغطي ورا محمود وحيد وهو طاير للهجوم في قدامه. الفترة اللي فاتت في أكتر من مباراة كانت برضو من ضمن الأمور اللي كانت ملفتة للنظر ومزعجة جدا إن اتكررت إن يبقى فيه ميس باس. فإلى أي درجة شايف إن دي حاجة ممكن تكون اتلحقت الفترة اللي فاتت وتمت معالجتها؟ لأن هي كانت الحقيقة كانت يعني ملفتة قوي للنظر ونتج عنها مخاطر كتير على الدفاع الاهلاوي. ممكن يكون شفناه في مونديال الانديه طبيعي ان انت بتشوف بتلعب مدارس مختلفه خالص، بتلعب بايرن ميونخ، بتلعب بالميرس وحتى الدحيل القطري ربما يكون الاسم يعني عربي شويه، لكن الفرقه فعلا قوامها كله محترفين. بنتكلم على علي كريمي ايراني وكان دودو برازيلي، كان فرقه طبعا يعني منتخب عالم، منتخب الكيني كان منتخب عالم. فبالتالي الفرق دي اكيد نسبه الميس باس ليك قدامهم هتبقى عالية جدا. ليه؟ فرق بتضغط وفرق عندها مهارة استرداد الكرة بسرعة عالية جدا جدا، لكن قدام المريخ السوداني احنا ما كانش عندنا أي مشكلة في الميس باس. ليه؟ بنلاعب فريق بيلعب زون ديفنس، فريق مفكك تماما، فريق بيحاول يطبق 4-1 4-1 قدامك لكن مش عارف لأن أنت سريع جدا في التحرك. بيتسو موسيماني عمل التريك بتاع قفشة وأجاييه في قلب الملعب، دي اتنين بلاي ميكر كانت ممتازة جدا جدا وخدعتهم فعلا. فبالتالي النهارده قدام سيمبا الحاجه الوحيده ممكن تخوفنا كريم من ميس باس هو الضغط الجماهير، ان الجمهور لما يزوم عليك الصوت العالي، الحاجات دي كلها ساعات بتاثر طبعا طبعا بدون شك بتاثر على الرياضي، خصوصا كمان ان انت قعدت زي ما قلت لك فتره طويله صحيح. بتلعب في استادات ساكنه، استادات ساكته، في هدوء تام، فلما بتلعب في مباراه مره واحده تحت الضغط ده اكيد بتحتاج شغل من الجهاز الفني كتير ان هو يعالجها، وده هيحصل. خلينا برضه نبقى لا يعني لا اقصد الضغط الجماهيري على فريقنا هيحصل يعني طبعا. فاعتقد هم ممكن يكونوا مستوعبين ده وعاملين له جاهزيه من دلوقتي لان الموضوع ممكن يؤثر سلبا لو انتبهنا له. وعايز اقول حاجه، بس عايز افرق في نقطه انا ما بتكلمش على خبره لعبتنا في مواجهه الضغط الجماهيري، احنا طبعا بنتكلم لعيبه النادي الاهلي لعيبه دوليه ده لا خلاف عليه، انما انا بتكلم على الظروف اللي احنا عايشينها، دي حاجه ودي حاجه. يعني الظروف اللي احنا عايشينها احنا مجبرين نلعب بدون جمهور، طبعا هنعمل ايه يعني؟ احنا ماتشاتنا بقى لها سنين طويله بدون جمهور في مصر. فبالتالي لما بنروح نلعب في مباريات فيها جمهور، وهدي مثلا لما رحنا لعبنا الوداد في الفاينل، لما لعبنا الترجي في الفاينل في رادس، الحاجات دي كلها بتاثر، الضغوط الجماهيريه دي بتاثر. ولكن احنا طبعا بنحاول نعالجها بايه؟ بنحاول نعالجها بالخبره، بنحاول نعالجها بالهدوء. ومهمه جدا 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 ان الفريق مثلا ماتش الساعه 3 فهنتحرك على الاستاد مثلا ليتس سي بتوقيتهم طبعا الساعه 1، لازم لو الاحماء المدير الفني حاطط له ان اللعيبه تعمل الاحماء بتاعها الساعه 2 او 2 وربع، لازم اللعيبه تبقى في ارض الملعب 1:30. ليه؟ عشان ينزلوا يمتصوا وهم لسه بالترنجات، يعني هو ينزل من الباص ما يخش الاوضه، لا ده ينزل من الباص على طول خش على ارض الملعب. ليه؟ تمتص الضغط الجماهيري اللي انت حاطه في بالك، يعني انت رايح الملعب الضغط عاملين ازاي؟ هيعملوا معانا ايه؟ فما تاخدش الضغط ده لما تنزل تعمل احماء، لا قبل الاحماء بنص ساعه انزل حط يعني الايرفونز في ودنك وانزل اتمشى، خد لك لفه كده في التراك عادي جدا، وخد لك كام صوره، وخلي الموضوع يبقى
لطيف جدا، خش الاوضه غير وانزل اعمل احماء. دي كانت حركه كان بيعملها مانويل جوزيه مع النادي الاهلي، نفتكر في ماتش الصفاقسي ليه، كان بيخلي اللعيبه تمتص الضغط العصبي، مش وانا بلعب بقى يعني ما ضيعش وقت لا قبليها بقى، قبليها انزل اخد الضغط ده كله وانزل الماتش وانا جاهز وفرش. طيب انا بس نقطه اخيره ومن غير حتى تحليل قوي لان طبعا الوقت بيجري يا كريم، بس فضل. حسب برضو ما النقاد بيتحدثوا سيمبا لو تحدثنا عنه تحديدا، هو عنده مشكله يمكن في قلبي الدفاع، فدي اكيد برضو نقطه ممكن تكون لصالحنا بشكل كبير طبعا. واكيد موسيماني يعني زي ما بنقول عامل الخطه لده، اللي هي لسه طبعا يعني ما اتقالتش بالظبط ايه، وده طبيعي، بس اكيد ده ممكن نلعب عليه برضو. من وجهه نظرك مين من عندنا ممكن يكون صاحب الدخله دي؟ فكرتنا في وجهه نظر الشخصيه بالنسبه لي اسلوب دفاع سيمبا ان هو بيعمل اللاين زي ما قلت لك متقدم شويه عن خط 18، مهم جدا 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 انه يبدا بولتر بواليا. ليه؟ عشان يستغل موضوع القوه زي ما قلت لك. طب وولتر بواليا انا في وجهه نظر الشخصيه ما بيبقاش التارجت بتاعه، حتى طبعا ربنا يوفقه ان شاء الله ويهز الشباك ويجيب اهداف، لكن التارجت الاساسي فعلا اللي هو يتحاسب عليه من المدير الفني انك تهدلي الاثنين مساكين دول بدنيا، تتعبهم تقعد تدعم فيهم وتحركهم وتنط معاهم وتخبط فيهم، تقعد تهدهم تماما تماما عشان الشوط الثاني في الدقيقه 60. ده في وجهه نظري. أيوه. لو النتيجه فضلت 0-0 وماشيه بالشكل ده يبقى محمد شريف ياخد نص ساعه سوق، احول بقى الاسترايكر بتاعي من سترايكر قوي لاسترايكر سريع، ويبدا يستغل ان هم مش هيقدروا يفتحوا سبرنتات معاه في اخر نص ساعه زي ما كان ممكن يعملوا في بدايه المباراه. هنا بتقسمي المباراه لجزئين. كريم احنا بنشكرك جزيل الشكر وبنتمنى لك وبنتمنى لنفسنا متابعه مباراه قويه ان شاء الله تنتهي بانتصار النادي الاهلي عشان نبتدي يومنا بكره بصباح النصر. صباح النصر صح جدا باذن الله، كل التوفيق لفريقنا. ويعني انا بقول تاني كده توقعات سريعه، كم انا قلت 2-0 2-1 يعني ان شاء الله 2-0 2-0 هنشوف بكره باذن الله. بكل حال احنا اي نتيجه هنكون سعداء بيها، لكن ان شاء الله اكيد بنتمنى يكون في فوز اهلاوي كبير. كنت هقول فاصل لا فاصل، في ده فاصل طويل بقى، فاصل بقى 24 ساعه ونرجع و10 صبح في الاخر.